حزني بصراحة يعني إن أنا أعمل المحاضرة دي وأنا دلوقتي معاكم هنتكلم في النقطة دي، وأتمنى ما أكونش too late يعني. تمام، نبدأ المحاضرة. هو إحنا عموما يعني إحنا كبشر عموما حياتنا كلها مبنية على التجارب. إحنا يوميا بشكل يومي بنمر بتجارب كتيرة جدا وتحديات كتيرة جدا. بعض التجارب دي بتكون الـ turning point في حياتنا أو نقطة التحول في حياتنا. دي اللي بعدها يعني انت بتكون شخص معين، مثلا عندك افكار معينه، عندك معتقدات معينه، عندك وجهات نظر معينه. بعد مرورك بتجربه معينه ايا كان نوعيه التجربه، احنا عندنا في انواع كتير من التجارب، في التجارب الحياتيه العاديه عموما يعني اللي بيمر بيها معظم الناس، زي مثلا التعليم، الانتقال من المراحل التعليميه المختلفه مثلا من ثانويه لجامعه كمثال. اعتقد دي اكتر فتره بيحصل فيها تغير بداية عند الناس يعني شوية، إن أنت بعد الثانوي وفي مرحلة الجامعة بتبقى بتكون شخصية جديدة، بتكون في نضج أكتر وفي توسع فكري أكبر المفروض يعني. وفي الحاجات التانية برضو اللي بنمر بيها، في بالنسبة مثلا للشباب مثلا الجيش ده من ضمن الحاجات اللي بيحصل فيه برضو، في بعض الناس بتخرج من الجيش بقى ده التيرنينج بوينت بالنسبة لهم. والجواز طبعا التيرنينج بوينت برضه بتاع الجواز يعني، اكيد طبعا معانا ناس متجوزين فمش عايزين نقول الكلام مش كويس في حق الجواز. طبعا الجواز كويس وكل حاجه، بس خلينا برضه نكمل في الموضوع بتاعنا. تمام، دي التجارب اليوميه او التجارب الحياتيه اللي بنمر بيها بشكل يوم تقريبا او كلنا تقريبا عرض ليها. بس في تجارب من نوع تاني اللي هي بتكون تجارب صادمه شويه، بتكون متوقعة يعني مش بنكون عاملين لها حساب يعني. من ضمن التجارب دي مثلا الحاجات دايما السلبية، ان انت مثلا اترفدت من شغل، الصوت واضح تمام، حصل مثلا انفصال في العلاقة بين حد انت كنت مرتبط بيه جدا. في الوقت ده دايما التجارب السلبية او التجارب اللي بيكون لها تأثير سلبي علينا بيكون دي اللي عندها بيحصل التيرنينج بوينت. دي التجارب اللي بيحصل عندها التيرنينج بوينت، في الغالب بناخد فترة معينة عشان نتعافى من الموضوع، والفترة دي اللي احنا بنبدأ نفكر فيها ان احنا نبني حياتنا او نغير وجهات نظرنا بشكل تاني غير اللي كنا عليه قبل كده يعني. ودي اصلا من ضمن اساليب او من ضمن الاساليب اللي احنا بنستخدمها عشان نتعافى او نغير من نفسنا عشان ما نمرش بنفس التجربه دي مره تانية يعني. تمام، التجارب دي بقى بيحصل معاها حاجه كده اسمها في علم النفس، اسمها اضطراب التكيف، او الادجستمنت ديسوردر. اضطراب التكيف ده في علماء النفس برضو اطلقوا عليه اسم تاني اللي هو الاكتئاب الظرفي، اللي هو بيحصل في وقت معين خلال الفترة اللي انت بتبقى موجود فيها يعني خلال الفترة اللي انت بتمر بيها بالتجربة السيئة دي بيحصل حاجة اسمها الاكتئاب الظرفي، وده بسبب عدم التكيف مع الحالة اللي بنكون موجودين معاها، ان احنا مش قادرين نديل مش مع الحالة دي، مش قادرين نفهمها بشكل كويس قوي، مش عارفين تبعاتها كانت عاملة ازاي، تأثيرها علينا عامل ازاي. فبناخد فترة كبيرة ممكن توصل لثلاث شهور عشان نقدر نتكيف مع الحالة اللي احنا موجودين فيها. فتقريبا دلوقتي احنا مر علينا حوالي ثلاث شهور او اربع شهور مثلا، يعني من اول ما الكورونا تقريبا بدأت تظهر عندنا بشكل كبير شوية. فدي اعتقد الفترة اللي المفروض ان احنا ناخد بالنا منها قوي، او الفترة اللي احنا المفروض نهتم بيها اكتر من الفترات اللي فاتت، بسبب ان دي البيك بوينت عندنا، والمفروض دي تبقى التيرنينج بوينت عندنا خلال الفترة الحالية يعني. تمام، طبعا ده بيقابله حاجة يعني، بيقابله برضو تغيرات كتير جدا في حياتنا. الروتين اليومي بالنسبة لنا بيتغير تماما، عدد ساعات النوم بتتغير، ده بسبب طبيعة ان احنا طبعا التعليم توقف تقريبا بشكل كامل، ما بتخرجش الشارع خالص، الشغل معظمه بقى من البيت. كل الحاجات اللي انت كنت بتعملها بشكل روتيني، اللي انت بتخرج مع اصحابك او تلعب رياضه او تقابل حد مثلا او تمارس عمل او تسافر او ايا كان الحاجه اللي كنت بتعملها، كل الحاجات دي اتغيرت في حياتك في يوم وليله يعني. فهي دي المشكله اللي بتحصل عندنا، ان في تجارب معينه بتحصل بتعمل
بتسبب او بتسبب تغيرات معينه في حياتنا بشكل مفاجئ، احنا مش بنقدر او مش بيكون عندنا سرعه ان احنا نكوب او نديل معاها في نفس السرعه بتاعتها. فمن هنا بيحصل اصلا التاثير النفسي علينا خلال الازمات اللي هي الازمات اللي بتحصل، الازمات او الصدمات المفاجئه بالنسبه لنا. تمام. طبعا معظم الناس برضو بيكون عندها خطط او اولويات معينه بيكون حاططها في دماغه. في ناس عندها ليست ماشيه عليها، في خطه اللي انا المفروض مثلا خلال الشهر الجاي اخلص حاجه معينه او اسافر في مكان معين او اقضي فتره معينه مثلا في مكان معين. بعد الفتره دي كل الخطط دي مع ظهور الصدمه او الازمه اللي احنا موجودين فيها بتبدا تتغير تماما. تمام. فده بيدخلنا في مرحله كده ان احنا مش بنبقى متيقنين هو ايه اللي المفروض نعمله الفتره دي او ازاي ننظم امورنا الفتره دي. تمام. فاللي بيحصل بقى ايه، في برضو مشكله بتحصل في حاله الادجستمنت ديسوردر عموما، يعني ان في ناس بتتعامل معاه بشكل خاطئ. يعني الادجستمنت ديسوردر ممكن ياخدك لطريق هيكون يعني الموضوع يبقى مقلق في الاول شويه، وفي توتر كتير، في ضغط كبير واقع عليك، مش قادر تفهم الموضوع كويس، او خدت وقت كبير عشان تكوب with the situation يعني اللي انت موجود فيها حاليا. وفي ناس تانية بتاخد توجه تاني اللي هو بيلجأ بقى للغضب، اللي هو بيتحول القلق او التوتر اللي موجود عنده لحالة من الغضب. يعني لدرجة لو انتوا فاكرين ان كان في فيديوز كده لناس اسيويين، ان هو الناس كانت مصابة بكورونا فكانوا بيمشوا مثلا في المترو كمثال، كان العمود بتاع اللي بيمسك فيه الناس في المترو كانوا بيحاولوا يعني يحطوا ايديهم كده على يعني على فمهم كده ويحطوا ويمسحوا في العمود بحيث ان اكبر عدد من الناس يتأذي. يعني فده نوع من الناس ان هو بيوجه الحاجه او المشكله اللي بتكون عنده، اللي هو بيحس ان الحياه غير عادله بالنسبه له، وليه انا الشخص الوحيد اللي جاله حاجه زي كده، ليه مفيش حد تاني جاله، انا ما عملتش حاجه غلط في حياتي. فده من نوعيه الناس اللي هو بقى انتي سوشيال، والادجستمنت ديسوردر عموما بيأثر عليه بشكل سلبي. فده من ضمن الحاجات اللي بتبقى موجوده برضو، او تأثير الاضطرابات او الصدمات اللي بتبقى موجوده في حياتنا يعني مره واحده. تمام. في النقطه الثانيه برضو اللي محتاجين برضو نتكلم عنها هي المهام اليوميه. يعني المهام اليوميه مهمه جدا جدا الفتره دي، الحاجات الروتين اللي احنا كنا دايما بنهمله، او الروتين اللي احنا كنا دايما بنحس بالملل ان احنا بنعمل حاجه بشكل متكرر، بنصحى في مواعيد معينه، بننام في مواعيد معينه، بنروح الشغل في ميعاد معين، بناكل في ميعاد معين. الحياه الروتينيه دايما كانت يعني دايما حتى يعني في علم النفس حتى دايما كان بيقول الحياه الروتينيه ان هي جزء كبير جدا من الملل. عشان كده الناس بتحاول تتخلص من الحياه الروتينيه دي ان يبقى في عندها هوايات معينه، ان تمارس انشطه معينه بشكل مختلف، تعمل حاجه بشكل مختلف، او تفكر انها تعمل اي حاجه تانية في حياتها بحيث الموضوع ما ياثرش عليها. يعني المهام اليوميه عموما او الروتين بيساعدنا على اداره الخوف، وبيساعدنا برضو ان احنا نتخلص من حته الفقدان السيطره. يعني اسوأ حاجه ان احنا بنمر بيها دلوقتي ان احنا حاسين بفقدان السيطره، ان احنا مش قادرين نسيطر على جوانب كتير جدا جدا من حياتنا، مش قادرين نفهم طبيعه المشكله اللي احنا بنمر بيها، او ازاي اصلا او امتى المشكلة دي هتنتهي يعني. تمام. وده طبعا بيزود علينا الضغط النفسي، وبيزود القلق، وبيزود التوتر علينا. تمام. من ضمن الـ الروتين اليومي اللي احنا ممكن نعمله اصلا، يعني الحاجات اللي بتساعد فعلا عشان تقلل من حدة التوتر او القلق اللي بيبقى موجود عندنا، لان طبعا احنا قدامنا دلوقتي حاجة مجهولة، مش عارفين الطريق النهائي ليها هيكون عامل ازاي، او امتى هنخلص من المرحلة اللي احنا موجودين فيها. فمن ضمن الحاجات اللي هي المحافظة على الروتين، طب ايه طيب الروتين اللي احنا ممكن نعمله بشكل يومي انه ممكن يساعدنا ان احنا نحسن صحتنا النفسية، او نحافظ حتى على صحتنا النفسية بشكل نسبي؟ هو عموما يعني عموما الموضوع الروتين اليومي عموما، انت ممكن تحافظ على الروتين اللي كنت انت بتعمله قبل الفترة اللي كنت او قبل فترة الكورونا، او قبل الأزمة اللي احنا موجودين فيها دلوقتي. بس في حاجات تانية برضو بتكون لها تأثيرات أقوى من الروتين العادي، سواء بقى كان مثلا كان شغل أو هوايات أو ما خلافه يعني. فمن ضمن الحاجات مثلا الرياضة من الحاجات المهمة. يعني دايما بتكلم دايما عن إن الرياضة فعلا دي من أكتر الحاجات اللي لها تأثيرات على المستوى
العقلي والذهني والفكري وعلى المستوى النفسي والجسدي كمان. عشان كده الرياضة مهمة جدا 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 الفترة دي، ان انت تحاول بقدر الامكان ان انت يعني تمارس جزء معين من الرياضة. لازم برضه ان انت تتعلم حاجة، ان انت تحاول تحدد مواعيد معينة، او الروتين ما بيكونش روتين غير لما بيكون ليه مواعيد محددة او مواعيد معينة بتكون بتعمله فيها يعني، او بتعمل التاسك دي ده فيها. تمام. برضو من ضمن الحاجات المهمة جدا، احنا طبعا فقدنا التواصل في الفترة دي او الاحتكاك المباشر مع الناس المحيطين بينا، وده سبب أزمة كبيرة جدا للناس، بالذات الناس اللي هو الاجتماعيين زيادة، اللي بيتأثروا دايما بالعدد اللي بيبقى موجود حواليهم، او بيحبوا يشاركوا دايما حياتهم اليوميه مع المحيطين بيهم يعني. فالفتره الحاليه عموما هو صعب جدا حته التواصل، يعني في بدائل دلوقتي موجوده للتواصل زي اللي احنا بنعمله دلوقتي. ده حاجه مهمه جدا ان انت تحافظ على التواصل مع الناس المحيطين بيك بشكل مستمر، وممكن تحدد مواعيد حتى للتواصل معاهم يعني. ده مهم جدا جدا ان الفتره الحاليه اعتقد يعني الانشغالات بقت اكبر بكتير جدا من ما قبل الكورونا يعني، بسبب طبعا تغير الامور، وانت بتحاول ان انت تكوب او ان انت تحاول ان انت تتماشى مع الموضوع الموجود او الموضوع الحالي. التماشي ده بيخلينا نفقد اصلا حته او رابطه التواصل اللي موجوده بين الناس. تمام. المشكله الثانيه اللي في ناس كتير جدا ما بتكونش واخده بالها منها، ان الناس دايما بتتعود ان انا لما اكون اعمل حاجات في مواعيد معينه ان لازم الحاجه تتعمل في الميعاد ده. اعتقد دي اكبر مشكله بتقابل الناس، اعتقد يعني بالنسبه للطلاب الثانويه العامه بالذات يعني، حته زي جداول الامتحانات وجداول المذاكره. فعشان كده بقول دايما لما احنا بنحدد حاجات معينه بنعملها في حياتنا، لازم تتعلم انت تبقى فليكسبل مع الحاجه اللي انت بتعملها. يعني ايه فليكسيبل؟ يعني مش معنى ان انا المفروض اعمل حاجه الساعه 10 صباحا ان لو الساعه جت 10 و5 ان انا ما اعملش الحاجه، او ان الموضوع مثلا كان صعب ان انا حطيت مثلا حاجات كبيره جدا عليا ولقيت ان الموضوع صعب، يعني لقيت ان الموضوع صعب. يعني انا دلوقتي جيت حطيت تاسكات كتير. هو في الغالب اصلا احنا دايما لما بنيجي نحط تاسكس عشان او مهام معينه يوميه بنمشي عليها بنعملها بشكل مثالي، ما بنحطش حته ان الحياه فيها عشوائيه زياده شويه. فكل حاجه احنا بنعملها بشكل مثالي، اللي هو انا المفروض النهارده هعمل مثلا تمارين لمده 10 دقائق وهاكل لمده 5 دقائق وبعد كده اصلي لمده 10 دقائق. هي الحياه مش ماشيه بالشكل المثالي اللي احنا بنحدده بيها. فعشان كده لما دايما الناس بتيجي بقى تبص للشكل المثالي اللي هم كانوا عاملينه، ان هو بقى صعب جدا ان انت تعمله، فبنوصل لمرحله تانيه اسمها وات ذا هيل، اللي هو خلاص طب الموضوع صعب بالنسبه لي وما قدرتش اعمله خلاص، فخلاص هرمي الموضوع خالص بقى. بس هي دي النقطه اللي احنا لازم ناخد بالنا منها برضو الفتره دي، ان انت تبقى فليكسيبل في اي حاجه بتعملها. مش لازم تعمل حاجه بشكل مثالي جدا، مش لازم تحط تبقى امبيشس قوي عن الحاجه اللي انت بتعملها، ما تحطش حاجات كتير جدا ورا بعض. ان انا بقى الفتره دي كده كده قاعد في البيت فالمفروض اعمل حاجات كتير ورا بعض، لا دي بتبقى مشكله كبيره اصلا، بتدخلك في حته تانيه خالص، ان انت بتلاقي نفسك مش قادر تعمل المهام او الحاجات اللي انت المفروض تعملها، الحاجات البسيطه، فتلاقي نفسك متوتر اكتر وتحس وتبدا تقارن نفسك بالناس اللي موجودين عندك، فتحس بالفشل اكتر والتوتر والضغط النفسي اكبر يعني. ودي حاجه احنا مش محتاجينها الفتره دي عموما يعني، فدي حاجه مهمه جدا لازم نخلي بالنا منها يعني. تمام. من ضمن برضو الحاجات ان انت لازم تقدر تتعلم ان انت تقدر تحط خطط واولويات، او تغير او تبدا تنظم اولوياتك من جديد الفتره الحاليه. النقطه دي مهمه جدا. طب الناس برضو بتسال، طب هو ازاي اصلا الواحد الفتره دي يقدر يغير البلانز اللي كان هو عاملها، او البروبريتيز اللي بتبقى موجوده معاه اللي هو محددها، اللي انا المفروض هعمل عندي ستيب واحد واثنين وثلاثه واربعه المفروض همشي عليهم، في ظل اصلا ان الفتره الحاليه مجهول هي امتى هتنتهي، او الفتره دي امتى هتمر بينا يعني. فازاي انا هحدد حاجه زي كده؟ الفكره كلها ان احنا دايما بنجرب يعني، انت دايما بتحط نفسك في التجربه يعني. مفيش حاجه اكيد، اي حاجه احنا بنعملها عموما يعني في حياتنا مش اكيد انها تمشي بالشكل اللي احنا كنا راسمينه في دماغنا. تمام. فانت بتحط خطط معينه وبعد كده بتبدا تجرب ان انت تسير على الخطط دي، بتشوف هل فعلا او بتست يعني الشكل اللي انت رسمت بيه الخطه دي، هل هو فعلا ده المظبوط بالنسبه لك ولا لا، وبعد كده بتبدا تعدل عليها بالشكل اللي انت شايف ان هو هيكون افضل ليك الفتره الحاليه يعني. تمام.
طبعا الفترة الحالية برضو انتشر حاجة مهمة جدا جدا، اللي هو ممارسة المديتيشن واليوجا. يعني أنا قعدت فترة كبيرة، أصلا مش حابب موضوع المديتيشن. أنا قرأت فيها كذا ريسيرش يعني، ولقيت إن موضوع المديتيشن واليوجا يعني هو موضوع يعني هو موضوع عادي جدا زيه زي التنمية البشرية، ملوش تأثير إيجابي أوي على النفس يعني. بس الفترة الحالية لما بدأت أقرأ أكتر عن الموضوع، لقيت لا يعني هو فعلا لما أنا جربت، أو لما أنا جربت الموضوع برضه لقيت لا لا لها تأثيرات كبيرة جدا. يعني المديتيشن دايما بتدخلك في حدة إن أنت تبدأ تفكر في الظروف اللي أنت ماشي، يعني أول بداية المديتيشن كده تبدأ تفكر في الظروف اللي أنت بتمر بيها حاليا، وإيه المشاكل اللي ممكن تقابلك أو العواقب اللي ممكن تقابلك، وإزاي أصلا تفكر في حلول بشكل كويس. يعني حتة ان انت تسيب نفسك مع عقلك لفترة معينة، مش دايما تسيب نفسك مع عقلك لان دي حاجة مضرة جدا، لانها دايما بتاخدك لسيناريوهات سيئة. ان انت تسيب نفسك مع عقلك كده، ان انت تبدأ تفكر، ان انت حاطط ليميت معين اللي انت المفروض تقعد فترة معينة تبدأ تفكر في المشاكل او الحاجات اللي انت بتمر بيها حاليا. الحاجات دي بتساعدك بشكل كويس جدا جدا ان انت تقلل من نسبة الضغط النفسي اللي واقع عليك الفترة دي، وده بيأثر بشكل او بآخر يعني بشكل مباشر او بشكل غير مباشر على الناس المحيطين بيك، سواء الأسرة، صرتك اللي انت قاعد معاها، او زملاء العمل اللي بيكونوا موجودين معاك. فدي نقطة مهمة جدا. تمام. احنا يوميا يعني في النيورو ساينس، يعني لما جم كشفوا على دماغ الناس اللي بتجري او الناس اللي بتعمل تمارين او الحياه عموما، فبصوا لقوا ان عموما كل شخص فينا بيتكون في دماغه ملايين الخلايا العصبيه يوميا. طبعا ملايين الخلايا دي احنا بشكل او باخر احنا بنفقدها بقى في الضغط، الشغل مثلا، الغضب على حد معين، ان انت متضايق من حاجه معينه، قرات خبر مش كويس. فملايين الخلايا دي اصلا بتستنزف بشكل يومي على طول. والطريقه الوحيده اللي احنا بنحافظ بيها على الخلايا دي ان انت تمارس رياضه معينه، يعني دي احدى السبل اللي انت بتستخدمها عشان تحافظ على الخلايا العصبيه دي، وبعد كده تبقى نستنزفها في الحاجات المهمه يعني. تمام. كان في واحد سألني من فتره، هو احنا ليه بننام؟ يعني السؤال ده برضو مهم، هو ليه احنا بننام؟ يعني ممكن حاجة زي كده ليه ربنا ما خلقناش بشكل معين ان احنا ال 24 ساعة نقضيهم كلهم بدون تعب، بدون ارهاق، بدون توتر، بدون قلق، بدون اي حاجة. هو الحقيقة في حاجة جميلة جدا، هو النوم. طبعا النوم من الحاجات الجميلة برضو، ان جامعة هارفارد من فترة كبيرة كده عملوا قسم معين خاص بس بأبحاث النوم، وعملوا علم كده اسمه علم النوم. تمام. ليه؟ لأن النوم عموما ده أكتر الحاجات المهمة في حياتك بشكل لا تتخيله. النوم لما أنت بتيجي في المرحلة اللي أنت بتكون عايش فيها في حياتك اليومية عموما، أنت بتمر بمشاكل كتير، بتمر بتحديات، بتتعامل مع ناس مختلفة، في بتقابل ردود أفعال مش كويسة. كل الحاجات دي بتكون سموم بتتكون في دماغنا. اللي بيحصل لما بنيجي ننام ان الخلايا اللي بتبقى موجوده في دماغنا بيحصل لها شرينك او بتقل شويه، فالمسافات بينها بتكبر. تمام. لما المسافات دي بتكبر بنبدا نتخلص من السموم وكل المعلومات غير المهمه اللي انت اصلا الغير المهمه اللي هي بتبقى موجوده دايما في الذاكره قصيره المدى اللي انت مش محتاجها. بنقابل يوميا الاف المعلومات، في حاجات منها تكون مهمه وفي حاجات مش بتكون مهمه، بس للاسف يعني ان المعلومات المهمه بتضيع وسط المعلومات الكتير غير مهمه. لما احنا بنتعرض بشكل كبير لايا كان بقى السوشيال ميديا مثلا، بنشوف نيوز كتير، بنتكلم مع ناس في امور كتير بقى، في الكوره، في السياسه، في ايا كان الحاجه يعني. فبشكل او باخر المعلومات المهمه ممكن تطير من دماغك. فالنوم من الحاجات المهمه جدا ان هو بتخلص من السموم اللي انت بتمر بيها اصلا بشكل يومي، فبتبدا حياتك او بتبدا يومك تاني يوم بتصحى بتلاقي نفسك ان انت لا حاسس ان في تغيير موجود في حياتك يعني. فلا النوم مهم جدا في النقطه دي. تمام. الحاجه الثانيه المهمه برضه ان الحرمان من النوم بشكل كبير. يعني انا للاسف يعني بكلمكم دلوقتي وانا صاحي بقالي 24 ساعه، ودي حاجه يعني دونت شايت توم يعني. دي كانت مشكله يعني، دي مشكله كبيره. لا يعني في الحرمان من النوم دايما بيقابلوا حاجه اسمها المعاناه من نقص النوم المفرط. المعاناه من نقص النوم المفرط ده للاسف
او بمسمى تاني دين النوم، الدين الخاص بالنوم. وانت اي دين واحد بيمر بيه لازم بيكون ليه عواقب معينه. بالنسبه للنوم، العواقب الخاصه بالنوم اللي هو الحرمان من النوم بتكون لا للاسف العواقب دي بتكون على او العقوبات دي بتكون على الصحه النفسيه الخاصه بالشخص اللي هو عنده نقص نوم او مش بينام بشكل كويس. النوم عموما الدين بتاعه ان انت مثلا لو انت ما نمتش في يوم بشكل كويس، تاني يوم لازم بتعوض عدد الساعات اللي انت ما نمتهاش في اليوم اللي قبله. لو انت ما عملتش ده بيحصل لك طبعا بيأثر على الذاكره بشكل كبير جدا، على التركيز، على ادائك في المهام اليوميه، على المعرفه، على الافكار اللي بتدور في دماغك، على التحكم في مشاعرك، على انفعالاتك. يعني كل الحاجات دي النوم ليه تأثير مباشر عليها. يعني النوم لو انت قللت عدد ساعات نومك ده ليه تأثير مباشر عليها، ودي مشكلة كبيرة جدا. تمام؟ فعشان كده دايما بقول يعني حاول بقدر الامكان ان انت تنام في وقت معين، وده مهم جدا ان انت تكون تقدر تنظم نومك ان انت تنام في وقت معين، عشان في حاجة اسمها الساعة البيولوجية، والساعة البيولوجية دي بتشتغل على حسب ساعات الليل والنهار وعلى حسب تنظيمك انت لنومك. تمام؟ يعني لو انت بتنام دايما بالنهار خلي نومك دايما بالنهار. تمام؟ لما بيحصل تغير بيحصل تغير اصلا في الهرمونات الخاصه بالنوم، ودي بتسبب لك اذى كبير جدا خاصه في المشاعر والانفعالات عموما يعني. تمام؟ فحتى كان في بحث جميل جدا اتعمل في عن الناس اللي بيكون عندها او بتعاني من نقص النوم. يعني لقوا ان الشخص مثلا اللي بينام لمده ست ساعات يوميا ان اخر الاسبوع بيبقى زي الشخص اللي هو قاعد 24 ساعه ما نامش زي كده دلوقتي. تمام؟ ودي حاجه مش كويسه جدا. يعني حتى الناس مثلا اللي في ثانويه عامه، هو مهم جدا ان انت تذاكر، ومهم جدا ان انت تراجع كل حاجه موجوده عندك، بس مهم جدا ان انت تنام. لو انت ما نمتش الدماغ نفسه اصلا يعني وانت نايم الدماغ بيبدا يعالج المعلومات اللي انت مريت بيها تقريبا في يومك، المعلومات المهمه او الحاجات اللي شاغله بالك قوي، وبتلاقي بيجمع المعلومات دي بشكل كويس جدا وبينظمها خلال في الوقت اللي انت بتبقى موجود فيه او اللي بتكون نايم فيه، بينظمها بشكل كويس جدا. فتلاقي الاداء عندك بيكون اعلى، والتركيز عندك بيكون اعلى، والمعرفه عندك بتكون اعلى، والادراك عندك بيكون اعلى. تمام؟ فعشان كده انا دايما بقول يا جماعه يعني حاولوا بقدر الامكان، يعني الناس حتى اللي في الثانويه او الناس اللي بتبقى مشغوله جدا او الناس اللي بتشتغل بشكل يومي او الناس اللي عندها بروجكتس كتيره جدا شغاله عليها وتاسكس كتيره، حاول تحدد وقت معين للنوم وتستغله. ده هيساعد ده يعني بالعكس تماما، ده مش هيقلل من قيمه الحاجه اللي انت بتعملها او الافضل اللي انت تفضل صح عشان تعمل حاجه، لا ده بالعكس هيخليك تعملها بشكل افضل. يعني ممكن قله النوم وانت ممكن تعمل حاجه مثلا في 10 ساعات، ممكن خلال النوم نفسه اصلا تجي لك افكار تانية ويساعدك ان انت تنظم افكارك القديمه اصلا، فتلاقي نفسك بتعمل الحاجه دي في 3 ساعات. تمام؟ فدي نقطه مهمه جدا. من ضمن المشاكل برضو التانية اللي موجوده في نقص النوم هو جمود المشاعر والانفعالات. اعتقد يعني كان من تقريبا 5 سنين، 5 سنين انا كان عندي امتحان في الكليه تقريبا قبل السنه الاخيره يعني، فكان واحد من زملائنا يعني عموما يعني لقيته بيتعامل بشكل غير العادي، منفعل جدا وغضبان جدا ومتضايق وبيكلم الناس بشكل غير طبيعي، بشكل يعني وانت لو شفت كده هو بيتعامل معاك لا ده حاله مش طبيعيه. وفي نفس الوقت المشكله بقى في نقص النوم واستثاره الانفعالات او التذبذب المشاعر. المشكله اللي بتحصل هنا ان انت مش بتكون واخد بالك اصلا من التاثير ده عليك. تمام؟ اللي بيبقى واخد باله الشخص اللي بيبقى موجود قدامك. فلما بيحصل جمود في المشاعر بيحصل عدم تواصل كويس مع الناس اللي بتبقى موجود معاها، وده بيسبب مشاكل كبير جدا على مستوى العلاقات وعلى طبعا على مستوى الفكر عموما يعني. فلازم ناخد بالنا من النقطه دي. تمام؟ استاذنكم بس نشرب ميه. تمام. بالنسبه برضو الفتره الحاليه اكتر حاجه تم احداثها يعني في الفتره الحاليه هو الخوف من المجهول. اعتقد الخوف هو اقوى المشاعر اللي موجوده عندنا، اقوى المشاعر اللي موجوده عندنا، هو بيأثر على قراراتنا، بيأثر على افكارنا، بيأثر على توجهاتنا، بيأثر على سلامه عقلنا والتعامل مع الناس.
وغير كده كمان الخوف دايما بيكون عدو للعقل والمنطق، بيخليك تفكر مش بشكل منطقي، بيخليك دايما باصص للأمور أو عندك نظرة موحدة أو نظرة واحدة للأمور، مش بتكون شايف الموضوع من كذا وجهة نظر معينة. تبدأ يعني عقلك دايما بيركز على حاجة معينة بس، الخوف دايما هو اللي بيكون السبب في التوجيه، أو هو اللي بيوجهك للحاجة اللي أنت تعملها، ودي بتبقى مشكلة، فبيخليك فاقد للسيطرة تماما على كل الأمور أو المجريات اللي بتصير في حياتك يعني، أو مجريات حياتك عموما يعني. تمام؟ عشان كده لازم نفهم هو هل في فعلا سبب منطقي للخوف؟ يعني انت دايما كده اول لما تحس بخوف او توتر او قلق من حاجه، لازم تشوف هو في هل ده فعلا سبب منطقي للخوف ولا غير منطقي؟ هل الخوف ده بيأثر على مجريات حياتنا ولا مش بيأثر على مجريات حياتنا؟ تمام؟ لما تبدأ تسأل نفسك الاسئله دي، انا دايما بقول ان المرء عدو ما يجهل، الجهل نفسه بالحالة أو بأي حاجة أنت بتمر بيها هي اللي بتخلي في مشاعر معينة هي اللي بتسيطر عليك وبتقودك لأي للطريق اللي هي عايزاه، وفي الغالب الطريق ده بيكون طريق غير سوي بقى، للقلق بقى والتوتر والخوف وعدم التركيز والاكتئاب والوحدة وحاجات كتير جدا مش لطيفة يعني. تمام؟ عشان كده لازم نسأل نفسنا السؤال، هل الخوف دايما مبرر؟ يعني هل الخوف اللي احنا بنمر بيه ده مبرر ولا لأ؟ تمام. احنا كبشر برضو عندنا في مشكلة يعني بالنسبة للخوف، احنا عندنا مشكلة برضو حاجة اسمها الانحياز للسلبية. احنا دايما لما بنشوف حاجة سلبية وحاجة ايجابية، الحاجة اللي بتستيك with your mind اللي هي الحاجة السلبية، اللي انت بتشوف حاجة كده يعني دي اكتر حاجة بتأثر عليك. فعشان كده الخوف دايما بيوجهك للجزء السلبي، هو ده السبب اصلا اللي احنا كبشر يعني عندنا انحياز للسلبية او للاخبار السلبية او الامور السلبية عموما اللي احنا بنمر بيها في حياتنا. يعني دايما تلاقي نفسك مثلا من حين لاخر كده بتتخيل ان في كارثة حصلت او مصيبة حصلت، بتتخيل مثلا اسوأ سيناريو ممكن يحصل، كل دي حاجات بتبقى تخيلية، مش بس تخيلية، انت بتبدأ تتعمق في الموضوع وبيحصل حوار بينك وبين نفسك وانت متخيل نفسك في الحوار ده، او في شخص مثلا قريب منك حصل له مشكلة ما وانت ازاي اتعاملت مع الموضوع وتأذيت نفسيا، فبتلاقي نفسك في الاخر بعد ما تخرج من تجربة احلام اليقظة دي اللي انت بتخيل فيها اسوأ سيناريو، متوتر ومش قادر تفهم ازاي اصلا حاجة زي دي اصلا حصلت لك يعني. هو الخوف دايما بيوصلنا للنقطه دي، ان بيدخلنا دايما ان انت تتوقع اسوأ سيناريو، وتوقع اسوأ سيناريو عموما دي حاجه مفيده بس بنسبه معينه، حاجه مفيده لو هي هتقودك او تخليك تاخد بالك مثلا في، يعني مثلا توقع اسوأ سيناريو مثلا الامتحان يجي صعب، ان انا اذاكر كويس. تمام كده، انا عرفت دلوقتي الخوف بالنسبه لي مبرر، انا عرفت الخوف جاي نتيجه ايه، ان انا خايف ان الامتحان يجي صعب، بس خدت باساليب النجاه او اساليب ايه اللي انا محتاجه عشان اعمله. عشان كده مثلا المرحله الحاليه تمام، وطبيعي ان انت تخاف يعني، دي شعور الخوف نفسه طبيعي، بس ان انت تخاف بشكل كبير لفترات كبيره هو ده اللي بيبقى مش طبيعي. عشان نقلل الموضوع ده عموما يعني، لازم تفكر هو ايه الحاجات اللي ممكن نعملها عشان نقلل الشعور ده. الحاجات اللي ممكن نعملها هي اساليب الوقايه او الاحترازات الوقائيه اللي ممكن ناخدها، زي مثلا التباعد الاجتماعي اللي ممكن نعمله، لبس الكمامه مثلا كمثال، نفهم نسب الوفاه ونسب المرض، ونفهم الاساليب العلاج اللي موجوده، مدى خطوره المرض عليك، ايه الاغذيه اللي انت محتاج تتناولها، ايه الحاجات اللي انت المفروض تعملها زي مثلا الرياضه اللي انت تحافظ على نومك كويس. من ضمن برضه الحاجات برضه اللي كانت موجوده برضه في النوم، ان النوم اصلا بيعزز جهاز المناعه اللي موجود عندك. ليه؟ اللي بيحصل ان في بروتينات معينه بيتم افرازها وانت نايم. تمام؟ لما انت بتكون مصاب بالتهاب فيروسي معين، الافرازات دي بتزيد جدا اثناء النوم، فبتعمل على التعافي سريعا. فعشان كده ده برضه دايما يعني، هو النوم طبعا يعني ليه باع كبير جدا، واحد ممكن يتكلم فيه كتير جدا 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 يعني ممكن في مرة تانية برضه نتكلم فيه بشكل مفصل اكتر يعني. تمام؟ فالمهم نرجع تاني للنقطة اللي احنا كنا بنتكلم فيها، اللي هي الاسباب المنطقية للخوف، ان انت
عشان تقلل الخوف اللي انت بتمر بيه، الخوف الغير مبرر عموما، انت لازم تفهم ايه المشكله اللي انت بتمر بيها، حتى لو انت مش فاهم هي المفروض هتنتهي امتى او هي مجهوله بالنسبه لك، بس انت فاهم ايه الحاجات اللي ممكن تعملها او الاحتياطات اللي ممكن تاخدها عشان تقلل نسبه الخوف الموجوده عندك. الاحتياطات سهله جدا وبسيطه جدا، بس الناس تقريبا مش عندها الوعي الكافي انها تلتزم بيها. تمام، انت كل اللي انت محتاجه الفتره دي ان انت تحافظ على صحتك النفسيه، ودي برضو مشكله تانية الناس دايما بتدعو ليها، حافظ على صحتك النفسيه، حافظ على صحتك النفسيه، ومفيش حد بيقول لهم طب نحافظ ازاي يا جماعه، طب حد يقول لنا طيب ازاي نحافظ على الصحه النفسيه، احنا مش عارفين برضو نحافظ ازاي. فعشان كده المحافظه على الصحه النفسيه بتيجي منين؟ اول حاجه ان انت تاخد احترازات وقائيه، انت تخلي بالك دايما من الناس الموجودين حواليك، ان انت بيبقى فيه دايما تستخدم صابون بشكل، تخرج من البيت تستخدم تداخل البيت، ويفضل انت ما تخرجش من البيت اصلا، في حد عندك يعني كل حتى ساعه ساعتين لازم تغسل ايدك دايما بشكل مستمر، لو انت بره تستخدم الكحول، ما تحاولش تقرب من الناس قوي، ما تخرجش الا في ظروف استثنائيه اللي انت لازم تخرج للعمل مثلا او الامتحان زي الامتحانات الموجوده حاليا. ما تتبعش طبعا، مش معنى ان الحظر برضو الفتره دي انتهى ان كده الكورونا انتهت، الموضوع ده طبعا خاطئ تماما، يعني الموضوع مش عليكم بالشكل ده، يبقى عندكم وعي كافي ان لا تمام، في حاجه معينه، في قانون معين اتسن ان يا جماعه خلاص يعني اتس اوبن فور ايفري وان، مش معنى كده ان لما انا اخرج هلاقي الدنيا خلاص، يعني كورونا طول خلاص يا جماعه يعني براحتكم طالما ما فيش حظر خلاص، لا، فلازم ناخد بالنا من النقطه دي كويس جدا يعني. تمام، بيحصل لنا برضو الفتره دي الخوف دايما، يعني في كده كيمو دايما بيكونوا موجودين مع بعض، الخوف مع القلق، يعني الخوف دايما بيكون متصل مع القلق. طبعا الاذان، فمش عارف ان كنت تسمعونا، فننتظر بس الاذان وبعد كده نكمل تمام. معلش عشان ما كنتش هتسمعوني كويس برضه يعني، ف احنا كنا تمام. خلينا نرجع تاني نكمل في حتة الخوف غير المبرر والقلق عموما الشعور او تخيل أسوأ سيناريو ممكن يحصل لينا خلال الفترة الحالية. من ضمن الحاجات اللي ممكن تساعدنا أصلاً إن إحنا نخرج من حتة تخيل أسوأ سيناريو، مفيش مشكلة إن أنت تتخيل أسوأ سيناريو، زي ما أنا قلت إن بيكون ليه برضه تأثيرات إيجابية، إن بيخليك تاخد احتياطاتك كويس جداً للحاجة اللي أنت مقبل عليها، بس الحاجة المهمة التانية برضه إن أنت لازم لما تلاقي نفسك بتمر كتير أو بتفكر كتير في سيناريوز سيئة جداً بتحصل في حياتك، لازم تحط نفسك في الوقت اللي بيكون بيحصل فيه السيناريو ده اول حاجه، يعني وليكن مثلا انا شخص جالي كورونا، ايه اللي المفروض اعمله الفتره دي؟ تمام؟
ده هيقلل من حدة التوتر اللي موجودة عندك برضو عن الموضوع. طيب تمام، أنا جالي كورونا، المفروض ألتزم في بيتي، المفروض أتناول أكل صحي، ألعب رياضة بشكل قليل جدا، أحافظ على نومي بشكل كويس جدا، ما أتواصلش مع حد خالص بشكل مباشر، أشوف أتواصل مع دكاترة لو في دكاترة أنت أتواصل معاهم يعني، سواء في المستشفيات أو دكاترة عموما يعني، انت على تواصل معاهم وتبدا تشوف مثلا ايه السبل للعلاج او الحاجات المتاحه دلوقتي اللي ممكن تقلل من الحاجات، ممكن الحاجات العاديه اللي احنا بنستخدمها عموما يعني. فعموما تخيل اسوء سيناريو ما فيهوش برضه مشكله، بس لازم تحط نفسك في اسوء سيناريو ده، وبعد كده تقيس المفروض انا هعمل ايه. تمام، بعد كده اعتقد السيناريو ده مش هيجي في دماغك تاني يعني. ومن ضمن الحاجات التانيه برضه ان انت تقيم السيناريو اللي انت بتمر بيه، والسيناريو بقى ده بيحصل بنسبه كام في الميه يعني. الناس مثلا اللي بيكون عندها يعني الخوف من الطيران او الخوف من الطيران، انت نفسك لما تشوف عشان تقدر تعرف مثلا هو فعلا الخوف ده مبرر ولا لا، لازم تشوف تقيم عدد حوادث الطيران اللي بتحصل قد ايه، تمام، او عدد مثلا حالات الاصابه اللي بتحصل قد ايه، او الناس اللي بتلتزم بالاجراءات الوقائيه نسبه اصابتهم قد ايه. تمام، فالحاجات دي عموما بتساعدك كتير جدا جدا ان انت تقلل او تتخلص عموما من اسوأ سيناريو او تخيل اسوأ سيناريو بتمر بيه يعني. تمام، احنا عموما عندنا نوعين من القلق يعني، نوعين من القلق، في القلق المنطقي والغير المنطقي. القلق الغير منطقي ده اللي مش بيكون معروف له نهايه، احنا في قلق انا حاسس بتوتر وحاسس بقلق بس مش عارف هو جاي منين. هو في الغالب ده بيكون جاي من حاجه غير مبرره او حاجه مجهوله بالنسبه لنا فمش قادرين نتعامل معاها. بنكون فاقدين للسيطرة تماما، القلق الغير منطقي بنكون فاقدين للسيطرة، وده اصلا اللي بيسبب اصلا ظهور القلق اللي موجود عندنا. فقدان السيطرة دايما على مجريات حياتنا، احنا ناس طبيعتنا الطبيعي بتاعنا ان احنا لازم نكون مسيطرين على كل جميع جوانب حياتنا، ودي اصلا فكرة مغلوطة، ودي المشكلة اللي ناس اللي بتسبب مشاكل كبيرة وكتير نفسية عند ناس كتير، عند الناس عموما يعني، ان هو دايما متخيل ان هو لازم يكون مسيطر على كل جميع جوانب حياته، وده خاطئ تماما يعني. في بعض الامور احنا مفيش سيطره عليها يعني، حتى جسدنا، تنفسنا، مستقبلنا، انت مستقبلنا كل اللي انت بتعمله انت بتاخد بالاسباب اللي موجوده، وانت مش عارف الطريق هيكون ماشي فين يعني. انت بتحط الخطط وبتحط الاولويات وبتاخد بالاسباب وبتجتهد، بس انت مش عارف برضه هو الطريق هيوصلك لفين في النهايه يعني. فعشان كده فقدان السيطره نفسه هو اللي بيولد القلق اللي موجود عندنا. ده القلق غير المبرر. القلق المبرر اللي هو بقى معروف النتيجة بتاعته او ممكن نحله ازاي، زي ما قلت مثلا القلق المبرر بالنسبة لنا الامتحانات كمثال اللي موجودة حاليا، ده قلق مبرر، انت عارف انت خايف عشان النتيجة، ان انت ما تحلش كويس فالنتيجة تطلع قليلة فاهلك يزعلوا فتدخل كلية مش كويسة فمستقبلك يتدمر. الموضوع ده طبعا مش صحيح برضو يعني، الموضوع اصلا الامتحانات والمستقبل الخاص اللي هو متعلق بس بنتيجه الثانويه العامه او الثانويه الازليه يعني مش صحيح بشكل كلي يعني. تمام، بس انت هنا عرفت ان القلق ده مبرر يعني، القلق ده مبرر اللي انت خايف من حاجه معينه، فعشان كده بتعمل واحد اتنين تلاته، انا هذاكر كويس، هذاكر كويس من الاول، حل امتحانات كتير مثلا، هسيب بروفيشنال هيلب من المدرسين اللي انت بتروح عندهم دروس، هتحل امتحانات، هتتابع مع ناس، هتراجع يعني، هتعمل حاجات كتير عشان ايه، تقلل احتمالية ان السيناريو اللي مش كويس ده يحصل لك. عشان كده ده اسمه قلق مبرر. القلق غير المبرر بقى اللي احنا بنمر بيه حاليا، احنا واحنا فاقدين السيطرة تماما على الموضوع. ليه بقى احنا فاقدين السيطرة برضه؟ لان احنا لحد الان اصلا مش فاهمين طبيعة الموضوع كويس يعني، احنا مش فاهمين طبيعة الموضوع كويس، مش فاهمين اسبابه، مش فاهمين بشكل كلي، مش فاهمين ازاي نقدر نوصل لعلاج يعني. العالم كله اجمع بشكل كلي مش قادر حتى الان يفهم الموضوع بشكل كلي عشان يقدر يطلع بعلاج ونخلص من المشكله اللي احنا بنمر بيها حاليا يعني. تمام، فمن ضمن الحاجات اللي احنا بنستخدمها لما يبقى في قلق غير مبرر، ان يعني احنا بنركز على الحاجات اللي احنا نقدر نسيطر عليها في حياتنا. اكتر حاجه انت بتقدر تسيطر عليها في حياتك هو ذاتك، نفسك، اتجاهاتك، انت اللي بتحدد استجابتك يعني، استجابتنا او ردود افعالنا تجاه التجارب هي دي اللي بتحدد حياتنا، او هي اللي بتشكل شخصياتنا بشكل كبير. فاستجابتك للحاله اللي انت بتمر بيها او الظروف اللي انت بتمر بيها هي دي الحاجه الوحيده اللي انت بتسيطر عليها، اللي انت قادر تسيطر عليها. تمام،
ودي على فكرة ايه، دي حاجة كويسة جدا ان انت تكون بتسيطر على حياة، يعني مش على حياتك، على استجابتك للظروف اللي حواليك. دي حاجة كويسة جدا، لان هي دي اكتر حاجة احنا محتاجينها في الفترة الحالية، ان انت مش محتاج ان انت تسيطر على المرض او تسيطر على على الظرف اللي موجود حاليا، او تسيطر على الناس اللي حواليك، او تسيطر على الناس اللي انت تخليهم يتبعوا الاجراءات الوقائية، او يعني انت مش مطلوب منك تعمل كل ده. كل اللي انت مطلوب منك ان انت تقدر تسيطر على استجابتك للموضوع، ازاي تستجيب للموضوع بشكل كويس ان هو ما يأثرش عليك ولا يأثر على البيئة اللي موجودة حواليك. تمام؟ عشان كده من ضمن الحاجات اللي احنا بنستخدمها مقاومة اللي من النوع ده، اللي هو الجراوندينج تكنيك، اللي انت تبدأ تركز على الحاجات اللي حواليك. حتى يعني مثلا انت عارف تسيطر على مود التلفزيون وتقلب بيه، يعني ده فعلا من ضمن الحاجات. انت عارف تسيطر على الروتين اليوم اللي انت بتعمله، تلعب رياضة، تنام كويس، عارف تسيطر على يعني اي حاجة انت بتعملها، حتى لو حاجات بسيطة جدا، حاجات بسيطة جدا تقدر تسيطر عليها. انت تقدر تركز على الحاجات دي. تمام؟ انت تقدر تسيطر دلوقتي ان انا مثلا بتكلم في الفون حاليا، دي حاجة انت خلاص. فلما تبدأ تركز على حاجة زي كده، الموضوع التاني اللي هو الخاص بالقلق الغير مبرر او فقدان السيطرة بيقل. تمام؟ فدي نقطة مهمة جدا برضو لازم نخلي بالنا منها. تمام. من ضمن الحاجات برضو اللي المفروض ان احنا نسيطر عليها بشكل كويس، واللي هتساعدنا الفترة دي ان احنا نعدي منها بسلام نفسيا، يعني نفسيا بالذات، يعني النفسية مهمة جدا في الفترة دي، هي حتة ان انت دايما بتتعرض بشكل مستمر او بشكل كبير جدا للاخبار او الميديا عموما. في قانون او في كده مصطلح في الميديا او في التلفزيون عموما، على المستوى التكنولوجي، الحاجات اللي انت بتستخدمها بقى كسوشيال ميديا او كتلفزيون او كيوتيوب، ايا كان الحاجه اللي انت بتستخدمها، يعني بيقول لك if it bleeds it leads، يعني كلما سفكت الدماء كلما زادت المشاهده، يعني او بمعنى برضو تاني، ان كل ما يكون فيه اهتمام اكبر بحاجه معينه، كل ما احنا هنتكلم عنها بشكل او باخر. فاللي بيحصل دلوقتي في الميديا ايه، ان انت لو فتحت اي موقع، اي جريده، اي جورنال، اي قناه مشغله، فاتح اليوتيوب، اي حاجه انت بتعملها، يعني اي حاجه انت بتتفرج عليها حاليا، هتلاقيها بتتعرض بشكل او باخر للكورونا او الكوفيد 19. تمام؟ هتلاقي ناس بتتكلم بشكل ايجابي، في ناس بتتكلم بشكل سلبي، تم اكتشاف علاج، تلاقي في ناس يقول لك عدد الوفيات كذا، شخص عنده 25 سنه اصيب بكورونا ومات. فتلاقي نفسك ان في اخبار كتير جدا 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 داخله دماغك، ودي الحته اللي كنت بتكلم فيها، ان في معلومات كتير جدا بتدخل دماغنا. تمام؟ ف وبرضو عشان الانحياز السلبيه اللي بيكون عندنا، فالحاجات دي بتاثر علينا، بتاثر على تفكيرنا وتاثيرنا على الناس اللي حوالينا كمان، لدرجه ان معظم الناس اللي كانت بيتكلم 105، كل اللي كان عندهم دي، ده كان ان هو بيحاول. انت دايما يعني كان في حته جميله جدا جدا الفريد ادلر عملها، ده مؤسس علم النفس الفردي، بيقول ان كانت من ضمن كان في بنت صغيره جات والدتها معاها يعني عند الفريد ادلر بتشتكي له ان البنت دي دايما بتمرض. تمام؟ فاكتشف في النهايه ان مامه البنت دي كانت بتهتم باختها جدا. تمام؟ وما كانتش بتهتم بالبنت دي، الحاله الوحيده اللي كانت بتهتم بيها او بتهتم ببنتها الصغيره هي لما كانت البنت تمرض. فالبنت كانت بتتمرض من فتره للتانيه، لدرجه ان المرض فعلا بدا يجي لها، يعني المرض فعلا بدا يجي لها. فعشان كده في ناس، الناس اللي بيكون عندها خوف زياده، اللي هو بتعرض للسوشيال ميديا وبتعرض للاخبار بشكل كبير جدا، بتلاقي من حين لاخر بيبدا يقرا بقى في الاعراض، يعني زي الناس اللي بتقرا كده الاثار الجانبيه للروشتات والعلاج دايما لما بيجيبوه. القراءه الحاجات دي اصلا بتاثر على تفكيرك اكثر ما بتاثر على جسدك، والتفكير لما بيحصل فيه تغير لما انت تتاثر بالسوشيال ميديا والكلام المكتوب عليها، بيحصل فعلا تاثير جسدي عليه. يعني لو انت مش مريض، انت ممكن تحس ان درجه حرارتك مرتفعه، ممكن تحس بحكه من حين لاخر، ممكن تحس برشف من حين لاخر، ممكن تحس بفقدان الشهية. انت لو اتكلمت تقريبا معظم الناس دلوقتي يقول لك انا فاقد الشهية ومش عارف اتنفس. تمام؟ فدي نقطة مهمة جدا، يعني التعرض للأخبار بشكل كبير جدا، لا ده شيء سيء جدا يعني. تمام؟
في تأثير كده برضو اسمه وهم الحقيقة. وهم الحقيقة ده تأثير في علم النفس كده، كان وليه مسمى تاني اللي هو الزن على الودان، اللي احنا بنسميه كده بالبلد عندنا في مصر الزن على الودان. يعني انت كل ما تتعرض لحاجة بشكل كبير حتى لو انت مش مقتنع بيها، يعني انت مش مقتنع بالحاجة دي، بعد فترة بتلاقي نفسك الاقتناع بيزيد. فانت لو مش مريض هتحس فعلا ان انت مريض. لو انت بتاخد بالاجراءات الوقائيه هتلاقي واحد كاتب لك مقاله الكمامات والجوانتي والكحول لا يقوا من الكورونا او لا يقللوا اسباب الاصابه بالكورونا. هتلاقي كل حاجه موجوده. يعني الاعلام طبعا عشان عايز، انا عايز مشاهدات، فلازم اعمل حاجه تجذب الانتباه بتاع الناس اللي موجودين او المشاهدين اللي عندي او اليوزرز او المستخدمين اللي موجودين عندي. فلازم بيبقى في حاجات كده غريبه، تم اكتشاف علاج، احضر الكمامات الطبيه المنتشره، لا تلبس مش عارف الكون. يعني هتلاقي حاجات كتير جدا موجوده الفتره دي. عشان كده انا حتى بقول للناس يا جماعه بلاش سوشيال ميديا الفتره دي، بلاش، دي حاجه مش كويسه جدا ان انت تتعرض بشكل كبير جدا للسوشيال ميديا. مش بس الفتره دي برضو، هي يعني هي تاثيرها اكبر الفتره دي عشان الكوفيد والاخبار اللي بتتداول عن الناس، والناس هتلاقي ناس كتير عندك دلوقتي الفتره الحاليه، لان طبعا العدد زاد، فهتلاقي في ناس كتير مصابين بالكوفيد 19 عموما يعني. فده هيأثر عليك، لان انت خلاص انت يعني الموضوع قرب منك دلوقتي، فده بيدخلك في موجة من التوتر. وغير كده بتلاقي في ناس تانية بقى، الناس اللي هي الناس المتحمسة، الناس النشطة دايما، اللي هم الانتاجيين اللي بيشتغلوا كتير وبيعملوا حاجات كتير وبيطلعوا افكار برضه في الوقت ده، ودي الحتة اللي احنا هنتكلم فيها دلوقتي. هتلاقي في ناس عمالة تنجح في حاجات وانت قاعد عمال تنام وتسكرول في السوشيال ميديا. فالمقارنات السطحية عموما، المقارنة السطحية او اللي بتكون دايما في الغالب برضو فولس، يعني بتأثر عليك. يعني كفاية الظروف اللي انت بتمر بيها حاليا، وكفاية خوفك على اهلك والناس اللي حواليك، وكفاية عدم اهتمام بشكل نسبي بالحاجات اللي انت المفروض تعملها. فتعرضك كمان للسوشيال ميديا ده بيزود الموضوع اكبر، يعني من خلال بقى الاخبار اللي انت بتشوفها والمقارنات اللي انت بت يعني المقارنات اللي بتحصل في حياتك بقى بشكل يومي بقى. كل شويه تشوف حد عمل حاجه كويسه وانت قاعد في مكانك، وانت شايف ان انت افضل من الشخص ده، بس مش قادر تعمل الحاجه اللي هو عملها. فده لا يعني، ده يعني بلاش، يعني بلاش لو الموضوع كده بلاش منه خالص يعني. تمام. من ضمن برضو الحاجات التانيه السيئه اللي انا يعني اللي انا لقيتها منتشره برضو الفتره دي وانا مش مقتنع بيها، وشايف ان تاثيرها ضار جدا جدا اكتر من نفعها، اللي هي الامال الزائفه. الآمال الزائفة عموما، الآمال الزائفة أسوأ من الواقع المرير. يعني خلوا بالكم كده، يعني خلي ده في دماغك دايما. الأمل الزائف أسوأ من الواقع المرير. ليه؟ لأن الواقع أنت خلاص عارف إن الحالة اللي أنت موجود فيها حاليا المفروض تتعامل معاها إزاي. تمام. الأمل الزائف بيعيشك على أمل أو إن أنت في حاجة كويسة المفروض تحصل بعد فترة معينة، تم اكتشاف علاج. وحتى الآن، حتى الآن يعني كل الأخبار اللي أنت شفتها تم اكتشاف علاج، الكلام ده غير صحيح تماما. مفيش علاج تم كده الامضاء عليه ان هذا هو علاج الكوفيد 19، مفيش الكلام ده خالص. كلها ابحاث وتجارب لسه شغالين عليها، وبيحاولوا يتحايلوا على الموضوع باي حاجه موجوده، حتى لو هيبقى لها تاثير ضار بشكل نسبي شويه، بس تاثيرها اكبر على الموضوع تماما يعني. بس الامال الزائفه مش كويسه، فما تعيش على حته الامل الزائف وتستنى حته ان المفروض الفرج ان شاء الله هيجي قريب يعني، بس ما تعيش ان هو المفروض يجي قريب. احنا ما نعرفش احنا فعلا مكملين لحد امتى. عشان كده بقول يا جماعه احنا الفتره الحاليه هي العاديه الجديده. العاديه الجديده خلاص، انت تنسى بقى المرحله اللي كنت بتفق قبل كده، خلاص دي مرحله جديده انت المفروض تتكيف معاها بسرعه. خلاص احنا مفيش وقت اصلا ان انت تبدا وتستني ان الفرج يجي. خلاص احنا عدى 6 شهور دلوقتي، لو استنيت سنه يبقى في سنه كده خلصت على امل زائف وما استفدتش منها باي حاجه يعني. تمام. يعني ما استفدتش منها باي حاجه، حتى صحتك النفسيه هتتضرر في الموضوع، لان انت منتظر حاجه معينه والحاجه دي انت ما تعرفش هتيجي امتى برضه. يعني مجهول ومجهول تاني، فالموضوع هيبقى اذى نفسي اكبر بكتير جدا من ان انت تبقى عايش في الواقع اللي انت موجود فيه دلوقتي وتتعامل معاه بالطريقه المناسبه يعني. تمام. النقطه الثانيه برضو المهمه جدا هي الفتره طبعا الحاليه، التواصل ما عادش فيه تواصل بشكل مباشر، او ما فيش احتكاك بشري مع الناس، ان انت مش بتقابل دلوقتي واحد وش لوش كده وتحضنه وتقعد معاه وتتكلم معاه. الموضوع ده قل جدا طبعا، هو المفروض يتمنى اصلا تماما، يبقى مش موجود اصلا خالص.
ان ما عادش في تواصل بشر اصلا بين الناس. في طبعا السوشيال ديستانس، ان انت ما فيش، لازم يبقى في تباعد اجتماعي، الناس ما تبقاش حتى قريبه من بعض. لو انت بتكلم حتى قابلته في الشغل المفروض ما تبقاش قريب منه. ما عادش في بقى خروجات زي الاول، ما فيش بقى قهاوي بالنسبه للشباب زي الاول، والبنات بقى ما فيش الخروجات المطاعم الجميله دي، يعني الحاجات دي كلها قلت. وطبعا لو كانت علاقاتك مع الناس، في بعض العلاقات في حياتنا بتبقى ظرفيه. ظرفيه بمعنى ايه؟ ان هي مبنيه على حاجه معينه او متعلقه بحاجه معينه، في رابط معين كده موصلك بالعلاقه دي. زي مثلا العمل، مثلا انت ممكن تلاقي نفسك في علاقه مع اصحاب العمل اللي انت موجود فيه في بس الوقت بتاع العمل. ممكن تلاقي مثلا في مجموعه معينه كده دول اللي انت بتقعد معاهم على القهوه، في مجموعه معينه اللي انت بتعمل معاهم كذا، في وهكذا يعني. فانت بتيجي تبص بقى للموضوع، بتلاقي نفسك ان انت حياتك ده، يعني انت حاسس بوحده، يعني بتحس بوحده في الفتره دي، ان العلاقات اللي كنت موجود معاها وكنت بتتواصل وتتكلموا في حاجات معينه، خلاص الحاجات دي كلها قلت. يعني التواصل عن مثلا القهاوي او الماتشات كره القدم او ايا كان الرياضه اللي انت بتتابعها، الحاجات دي كلها قلت. فالتواصل حصل كده يعني انقطاع تام. يعني ممكن تلاقي كده انت مثلا كان في 100 واحد حواليك، فجاه ال 100 واحد دول اختفوا. فالشعور الوحده في الفتره دي اصلا زاد بنسبه رهيبه جدا. هو شعور الوحده اصلا كان قبل كده كان كبير جدا، تقريبا 27%، دلوقتي اعتقد هيتخطى ال 60%. ان انت خلاص حاسس، بالذات لو انت مش بتعمل حاجه في حياتك او ما فيش روتين يومي اللي انا كنت بتكلم فيه من شويه تعمله، هتحس بملل رهيب جدا. والملل أو الملل ده هيتبعه وحده، والوحده دي هيتبعها شعور بالاكتئاب، وبعد كده تدخل في مراحل ثانيه كبيره ما احنا فينا عنها يعني خالص. فعشان كده دايما بقول يا جماعه الفتره دي مفيش مشكله ما فيش تواصل بشري، بس يعني خلي فيه تواصل بشكل شبه يومي، يعني خلي فيه تواصل بشكل شبه يومي مع الناس الموجوده حواليك. الفتره الحاليه للاسف الانشغال بالامور اليوميه تقريبا زاد جدا، فالناس ما عادش عندها وقت اصلا انها تتواصل. غير طبعا يعني حاول تتواصل مع الناس اللي انت مرتبط بيهم بشكل كبير من فتره دي. يعني في ناس كتير كده كده انت هتفقدهم الفتره دول، وممكن يرجعوا تاني طبعا بعد الموضوع ما ينتهي يعني، بس هتلاقي في عدد قليل برضه اللي انت تقدر تتواصل معاه. فعشان كده دايما اعمل كده كونكشن بينك والناس دي، ان انت تتكلموا دايما مع بعض بشكل شبه يومي. الموضوع ده مفيد جدا ومريح جدا ليك يعني. فيعني الموضوع ده مهم جدا ولازم تحافظ عليه الفتره دي. المشكله الثانيه بقى الناس اللي قاعده في البيت حاليا، تمام، الناس بالذات المرتبطين، يعني الناس المرتبطين الفترة دي هتكون صعبة بالنسبة لهم، بالذات للشخص اللي كان بيهرب على القهوة من مشاكل البيت والأسرة والولاد والحاجات دي، وكان بيقعد يحكي مع أصحابه. إلا خلاص أنت دلوقتي يعني في حاجات معينة كده إحنا بنحاول نتهرب منها دايما، يعني الأمور اللي إحنا دايما بنتهرب منها بيجي في وقت معين كده في حياتنا، إن أنت خلاص يعني ده الوقت اللي أنت هتواجه فيه غصب عنك. انت مضطر ان انت تقعد في بيتك قدام زوجتك وقدام ولادك، ولازم تواجههم بقى ايا كانت المشكله اللي انت بتمر بيها. فاللي بيحصل ايه؟ الشخص دايما اللي بيبقى في ناس الفتره دي، طبعا الناس المرتبطه او الحياه المستقره عموما، يعني بخاف من حته، في برضو عندنا يعني الكورونا برضو سببت خوف برضو لحاجات كتير جدا. خوف انت طبعا لقيت مثلا في امريكا في 30 مليون واحد فقد، او 20 مليون تقريبا، والعدد في تزايد حتى الان يعني، فقدوا وظائفهم. وفي مصر نفس يعني في مصر مثلا او في المجتمع العربي نفس الكلام، في اعمال كتير جدا زي الاعمال اللي هي المطاعم والكافيهات وما الى ذلك، يعني كل الحاجات دي دلوقتي الناس اللي فيها مشيت. فانت حاجه زي كده، والشركات نفسها برضو، الشركات الستارت اب اللي لسه بادئه جديده برضو، في حاجات كتير جدا منهم قفلت، يعني قفلوا الباب ومشوا الناس وكل حاجه. فبرضو الفتره دي في ضغط نفسي رهيب جدا، يعني انت ممكن تمشي في اي وقت. فده خوف، الخوف ده هو طبعا خوف مبرر، والخوف المبرر يعني شوف المرحله دي بقى، يعني دي مهمه جدا ان انت تبدا. عشان كده انا بقول دايما الفتره دي ليه احنا بنحدد او بنبدا ننظم اولوياتنا من جديد، ان احنا بنشوف هو ايه الحاجه اللي احنا ممكن نعملها الفتره دي، او الحاجه اللي احنا ممكن نعملها بعد كده لو حصل حاجه مشابهه، يبقى الخوف عندنا يبقى اقل يعني، او حاسين مثلا باستقرار شويه، او حاسين ان احنا تحت ايدينا السيطره. يعني في ناس دلوقتي مثلا بدات تتعلم ديجيتال ماركتنج، اللي هو خلاص طب طالما الموضوع كده، طب اشوف حاجه تانية جديده لحد مثلا لو الامور مشيت كويسه في الشغل عندي خلاص، كان بقى ما مشيتش كويس ابدا اشوف التراك الجديد اللي انا ممكن اشتغل فيه يعني. تمام، فدي حاجه برضو مهمه ان انت هو الخوف مش كويس، بس احيانا برضو زي ما بقول الخوف دايما بيدي لنا الاحتياطات ان احنا نقلل من نسبته او تاثيره علينا. يعني الاحتياطات دي احنا بناخدها بقى ان احنا نتعلم حاجه جديده ونقدر نكوب بيها مع لو ازمه مماثله حصلت في المستقبل يعني.
بس المشكله اللي بتحصل بقى اللي هو الناس فعلا اللي في مشاكل بيتهم او في مشاكل اسريه بينهم، هو كان بيحاول يتهرب منها بشكل او باخر، ان هو يخرج دايما او يدعي ان هو مشغول مثلا في شغل او وراه حاجات كتير او عنده مشوار مهم او في حاجه مهمه لازم يعملها. يعني الحاجات دي كلها خلاص انت الفتره دي هتضطر ان انت تواجه، تمام؟ ومع الضغوطات الموجوده بقى اللي انت خايف ان انت تخسر شغل او خايف ان انت تفضل قاعد في البيت، الموضوع ده بيأثر عليك بشكل سلبي لدرجه ان الخوف ده بيتحول لغضب على الناس المحيطه بيك، تمام؟ فالقلق مع الخوف ومن فقدان الوظيفه بيتحول لغضب مع الناس المحيطين بيك، فبدل ما انت تبدا تعالج. عشان كده بقول دايما لما في مشكله عندنا لازم يا جماعه نعالجها بسرعه، لان عدم معالجه المشكله او تاخير معالجه المشكله دايما بيأثر علينا وبيأثر على علاقتنا مع الناس اللي موجوده حوالينا. فدي نقطه مهمه جدا، انت حاسس بمشكله معينه موجوده عندك، حاسس بقلق، حاسس بتوتر، خلاص شوف ايه الحاجه اللي احنا المفروض نركز عليها، ايه الحاجه اللي احنا ممكن نقلل بيها تأثير الموضوع ده علينا، تمام؟ لو سبت الموضوع بيدخل في مرحله تانية وبيغير، بيأثر على المشاعر التانية، يعني تلاقي في قلق وخوف، هتلاقي بيتبعه غضب. و الغضب عموما، يعني الغضب عموما دايما بيجي، يعني الناس اللي بتمر بقلق بيتجه القلق، مش بيستمر الى ما لا نهايه، لا اما بيتجه ناحيه الغضب لا اما بيتجه ناحيه الاكتئاب، تمام؟ فهو طريق اسوأ من طريق يعني، تمام؟ بس طبعا الغضب مشكله جدا في بالذات في العلاقات، يعني ان انت خلاص كده هتخسر الوظيفه بتاعتك وهتخسر صحتك النفسيه وهتخسر حياتك الاسريه كمان، فدي حاجة مهمة جدا لازم نخلي بالنا منها يعني. والفترة دي برضو نتعلم، يعني نبدأ بقى نشوف يعني الأسرة بتاعتنا دي عبارة عن اللي احنا سيبناها من فترة كبيرة قوي دي، يعني شوف الشخص بقى اللي عنده أولاد، يشوف ولاده بيعملوا إيه في حياتهم، المفروض يعمل إيه معاهم الفترة دي، المفروض يغير، يعني المفروض الفترة دي أصلا هنطلع منها بحاجات كبيرة، يعني الناس اللي عندها أسرة بالذات، يعني إن أنت هتطلع منها بحاجات كتير جدا المفروض تغيرها الفترة الجاية، أو المفروض تعملها الفترة الجاية، بالذات الوقت اللي انت هتقضيه مع اهلك. خلاص انت هتتعلم ده انا فعلا كانت في حاجة مهمة جدا مش واخد بالي ان انا ما كنتش بقضي اصلا اهلي وقت مع اهلي خالص يعني، تمام؟ ان حياتهم برضو ممكن تلاقي حياتهم ماشية في طريق تاني خالص انت ما كنتش واخد بالك منه، الفترة دي تبدأ تاخد بالك منه وتعلمهم حاجات تانية كتير وتشاركهم في الحاجات اللي هم مهتمين بيها، يبقى في تواصل بينكم اكبر، يعني الموضوع ده مهم جدا. الموضوع ده مهم جدا مش بس على حياتك انت الشخصيه، يعني على حياتك وحياه الاسره طبعا، وهيأثر على عملك وهيأثر على مشاعرك وهيأثر على انفعالك بعد كده وهيأثر على سعادتك وهيأثر على كل حاجه يعني، فده الموضوع مهم جدا يعني، تمام؟ تمام. دي اول حاجه. زي ما قلت برضو القلق بياخد طريقين، يا اما الغضب يا اما الاكتئاب. طب بالنسبة للناس اللي عندها اكتئاب أصلا، يعني في ناس طبعا عندها اكتئاب، طبعا الناس كلها ترفع إيدها فوق أنا عندي اكتئاب. الاكتئاب ده يعني هو فعلا زي ما أنا قلت برضو القلق والخوف كيمو مع بعض، والقلق والاكتئاب، هو القلق دايما داخل في كل حاجة كده، عشان نفس كل حاجة. القلق والاكتئاب برضو دايما بيبقوا مع بعض، يعني تلاقي الاتنين كده ماشيين مع بعض في نفس الطريق برضو. بس بالنسبة للناس اللي بتمر بالاكتئاب الفترة دي او اللي كانت قبل كده بتمر بالاكتئاب، هيبقى صعب جدا طبعا عليهم الفتره الحاليه، الناس اللي في مرحله التعافي او الناس اللي في مرحله الاكتئاب لحد الموضوع هيكون صعب لهم. اللي من ضمنها برضو العلاج مش هيبقى متوفر بشكل كبير، هيبقى خايف على نفسه اكتر من التواصل مع الناس، يعني لو في مثلا اتنين تلاته بيكلمهم مثلا او بيتواصل معاهم الموضوع هيقل بشكل اكبر، مش هيقدر يزور الدكتور اللي كان بيروح عنده بشكل اكبر. طبعا لو هو شغال او اي حاجه، او شغال مثلا في جامعه او اي او ان كان الحاجه اللي هو بيعملها في تاسك معين بيعمله بشكل يومي، يعني او روتين معين بيعمله بشكل يومي، الموضوع هيتغير، والتغير في الحاجه دي اصلا بتاثر بشكل كبير جدا على الاكتئاب، هو اصلا مش يعني مش ناقص اصلا من حاجه زي كده. فعشان كده برضو الفتره دي زي ما انا قلت برضو، يعني هو نفس تقريبا الحاجات اللي انا اتكلمت فيها قبل كده، ان انت تحاول تستبلش او تعمل يكون في روتين يومي بتعمله بشكل كويس جدا، ان انت تحافظ على العلاقات والتواصل مع الناس بشكل كويس جدا برضو.
لو انت مش قادر توصل لحد برضو ايه اكتب، يعني اكتب الحالات اللي انت بتمر بيها او شعورك اللي انت بتمر بيه. لو في خوف غير مبرر او حاسس ان انت بتتخيل سيناريوهات سيئة، دايما فكر برضو حط نفسك في السيناريو ده واحتمالية حدوثه، وقيم الموضوع بشكل كويس. حافظ على نومك بشكل كويس، يعني الحاجات دي كلها هتساعد الناس اللي هي بتمر بمرحلة اكتئاب. الحاجة التانية بقى، يعني هو ظهر كده أول لما الكورونا ظهرت، كانت في حاجة سيئة جدا أنا ما عجبتنيش نهائي، يعني الناس كلها كانت بتدعو دعاة المحافظة على الصحة النفسية الزائفة، يعني خلينا نقول الزائفة، لأن الناس عندها فكرة مغلوطة تقريبا عن الصحة النفسية، إن هو أنا عشان أحافظ على الصحة النفسية آكل وأنام وخلاص، هو ده كده المحافظة على الصحة النفسية وما اشغلش بالي بأي حاجة. لا لا، الموضوع مش كده خالص. والصحة النفسية ان انت تعمل الحاجات اللي انت بتحس براحة وانت بتعملها، تمام، الا لو كان فيها ضرر للآخرين، يعني مش تروح مثلا تأذي حد، يعني طالما انت شخص سايكو يعني ومستمتع بالموضوع، مش معنى كده ان انت بتعملها، لا، يعني الحاجة اللي انت حاسس براحة اللي انت بتعملها. لو انت حاسس ان انت لما بتذاكر بتكون مرتاح، اعمل الحاجة دي مش مشكلة. لو انت حاسس ان انت لما بتعمل تاسكس كتيره في او بروجكت كتيره شغال عليها، اعمل الحاجه دي. لو انت بتحس ان انت لما تنوفيت او تفكر بشكل ابتكاري شويه او عايز تجيب افكار كتير، اعمل الحاجه دي. لو انت بتقرا كتب، اعمل الحاجه اللي انت بتقرا، يعني اي حاجه انت بتعملها اعملها، يعني مش ما فيهاش مشكله خالص. يعني ده بالعكس، يعني ده هتحسن الصحه النفسيه وتحافظ على الفتره دي، ودي اللي مطلوب منك يعني. وفي حاجه مهمه جدا، الناس اللي دعت بقى الموضوع المحافظه على الصحه النفسيه، ومش لازم يا جماعه نكون انتاجيين، ومش لازم نكون افضل حاجه فينا. هو اكيد طبعا مش لازم نكون افضل حاجه فينا، لان احنا دايما كل ما تكون افضل، يعني تحس ان انت كويس تحس تحتاج اكتر، كل ما تحس ان انت كويس تحتاج اكتر. فدي نقطه مهمه. في برضه مشكله دايما اللي هو الظروف المخففه اللي احنا بنعتمد عليها، يعني في ناس مثلا الفتره دي يقول لك خلاص ده احنا بنمر بظروف سيئه وبتاع، فخلاص انا هرمي الحاجه اللي المفروض اعملها دي خلاص. الظروف المخففه دي اسوأ حاجه احنا ممكن نعملها في نفسنا. ليه؟ ليه؟ هو دي احدى اساليب التهرب اللي احنا بنعملها، وطبعا اللي هي مش بتستمر، ان احنا بيبقى في نتيجه معينه بنوصل ليها وبنعرف ان هو كان غلط التهرب. مثلا اللي ما ذاكرش وقت الامتحان، طبعا ما تقلقش من الموضوع، بس الناس اللي ما بتشوف، بس عموما يعني اللي هو بتتهرب بيها ولازم هتواجهها. اي حاجه انت بتتهرب بيها اي وقت ولازم هتواجهها، تمام. فالظروف المخففه اللي احنا ايه، بنشوف ظرف معين بنمر بيه في حياتنا ونستخدمه كشماعه عشان ما نعملش الحاجات اللي احنا المفروض نعملها، واللي اصلا بتحسسنا براحه نفسيه. وطبعا في برضه مفارقه غريبه كده، هو ليه اصلا احنا ما بنعملش الحاجه اللي بتحسسنا براحه نفسيه وبنلجا للحاجات اللي هي بتضرنا؟ يعني ليه اصلا انا افتح سوشيال ميديا واسيب مثلا الكتاب اللي انا كنت بقراه، مع ان الموضوع ممكن ياذيني في السوشيال ميديا؟ عارف ان انا لما افتح سوشيال ميديا كتير ان بيأثر عليا بشكل سلبي. من كتر بقى الاخبار اللي بتبقى موجوده قدامي اللي هي في غالبيتها بتكون سلبيه، والمقارنات اللي بتحصل بيننا وبين الناس اللي موجوده عندنا على السوشيال ميديا، وتشوف الناس اللي بتسافر بقى، والناس اللي بتذاكر، والناس اللي بتتجوز، والناس اللي ربنا يكون في عونهم، يعني الحاجات دي كلها هتاثر عليك بشكل سلبي. بس هي الفكره في ايه؟ ان انت الحاجات اللي بتاثر علينا بشكل سلبي دي بتاثر على المدى الطويل، او على الكميه كلها. بمعنى ايه؟ ان انت السوشيال ميديا لما تفتحها وتنزل بوست وتلاقي فيه لايك عليها ولاف وميشن حلو كده، اللي بيحصل عندك ان اصلا بيستثار الاجهزه المكافاه الموجوده عندك، فبتحس كده براحه نفسيه او بتحس ان انت مبسوط. بيزداد افراز بقى هرمونات السعاده زي السيرتونين والدوبامين، الحاجات دي كلها عموما يعني بتدي لك كده راحه نفسيه بس بشكل مؤقت. لما بتيجي بقى توصل كده لساعة ساعتين، خلاص بتلاقي نفسك تيجي بقى ترجع تخرج من الحتة اللي كنت بتتهرب منها دي، وترجع بقى تاني للمذاكرة أو القراءة، بتلاقي نفسك إن الموضوع مؤذي جدا نفسيا وحاسس براحة إن أنت تعمل. فعشان كده إحنا دايما بنسيك الهرمونات السعادة على المدى القليل أو على المدى القصير، ودي مشكلة جدا موجودة عندنا، يعني لازم ناخد بالنا من النقطة دي كويس جدا، تمام. بالنسبة للفترة الحالية، الناس المثاليين
اللي انا كنت واحد منهم. المثاليين دول اللي هم بيعملوا ايه؟ ان هو لازم يعمل الحاجه بشكل مثالي، عمره ما يرضى عن نفسه عن اي حاجه بيعملها. يعني لو عمل وصل للليفل اللي هو اول واحد خلاص ترتيبه الاول، لا شايف ان في واحد، لو انا ترتيبي الاول على الجمهوريه في واحد ترتيبه الاول على العالم، لو انا ترتيبي الاول على المحافظه في واحد ترتيبه على الجمهوريه، لو انا على المدينه او القريه اللي انا فيها يبقى في حد على المحافظه، يعني فهو دايما مش بيكون براضي باي حال موجود فيه. يعني الناس دي الفتره دي استغلوا بقى الفتره دي ان اي حاجه انت هتعملوها محدش، يعني مش هيكون في الغالب، يعني مش هيكون في رد فعل سلبي. يعني احنا دايما بنكون خايفين من رد الفعل السلبي اللي حوالينا او الجادجمنتال من الناس اللي موجود المحاطين بينا عموما، ان هم محتاجين مننا اكتر. يعني دايما الناس اصلا بيوصلوا لمرحله الهوس المثالي او هوس المثاليه، ان هو بيكون متربي من وهو طفل صغير ان انا محتاج منك اكبر، لا ده ابن خالتك احسن منك، ده بنت خالتك جالها عريسين وانت جالك عريس واحد، فاهمني؟ فالموضوع ده فعلا انت بيأثر عليك خلاص، بيبني عندك كده بنية معينة ان انا لازم اكون افضل دايما، تمام؟ وده ما بيحصلش. يعني طول ما انت كل ما تبقى افضل بتلاقي واحد افضل الافضل، تمام؟ دي مشكلة كبيرة الفترة الحالية خلاص. يعني ما فيش يا جماعة، يعني اي حاجة انت هتعملها الناس هتبقى مبسوطة منها صدقني، يعني اي حاجة انت هتعملها الناس هتبقى مبسوطة منها. عشان كده بقول يعني التايم اللي موجود دلوقتي it's time to go for it. يعني ايه ده؟ الوقت الحاجة اللي انت كنت مؤخرة وخايف ان انت تعملها، البروجكت او المشروع الجديد اللي انت كنت عايز تعمله، او الحاجة الجديدة اللي كنت عايز تقدمها في الشركة اللي انت فيها، او الستيب الجديدة اللي انت كنت عايز تاخدها، خدها دلوقتي. ليه؟ محدش بيفكر ان هو عايز الحاجة اللي انت تعملها بشكل مثالي. اعمل لي اي حاجة، يعني اي حاجة هتبقى مفيدة للناس اللي موجودة حواليك اعملها لي، انا راضي بيها. فعشان كده استغل الفترة دي ان انت، يعني لو انت شخص انتاجي وبتحب الانتاجية وكنت اصلا واخد على كده من البداية خالص، يعني استغل الفترة دي ان انت تعمل حاجات كتير وتقدمها بشكل ما في المؤسسة اللي انت موجود فيها، او حاجه خاصه بيك انت. يعني ممكن تعمل حاجات خاصه بيك انت. يعني الفتره دي حاليا في ناس كتير جدا جدا عملوا حاجات جميله. يعني مثلا كمثال، في مثلا طفل مثلا في امريكا انا كنت شفته، كان عشان الضغط اللي بيبقى موجود من الكمامات على الاذن بتاع الدكاتره، عامل حاجه جميله جدا ان هو زي حته بس بلاستيك كده بيربطها في الكمامه، فبتمسك من الدماغ من ورا، تمام؟ فده بيقلل الضغط اللي موجود على، فدي حاجات من ضمن الحاجات اللي انت اعمل. يعني اعمل اي حاجه حتى لو انت شايف الموضوع بسيط، او حتى لو انت شايف الموضوع تافه، اعملها. يعني اعمل الحاجه دي وما فيش حد يقول لك لا ده مش وحش، انا عايز حاجه افضل من كده. الوقت ده مش هو وقت انا عايز حاجه افضل من كده. الاقتصادات بتاع الدول كلها دلوقتي في انهيار، فهم عايزين اي حاجه تبني او تعالى الاقتصاد ده اي حاجه، تمام؟ فده الوقت ده وقت كويس جدا اصلا ان انت تعمل الحاجه اللي انت كنت موقفها من فتره كبيره، او اللي انت خايف ان انت كنت تعملها. دي حاجة مهمة. في برضه النقطة التانية، لو أنت مش قادر تتعامل مع المرحلة اللي موجودة حاليا، يعني أنت مش قادر تتعامل نفسيا معاها. أنا شخص دلوقتي أنا مش قادر أتعامل مع الحاجة دي. فمن ضمن الحاجات اللي إحنا بنستخدمها عشان نقلل تأثير الظروف اللي موجودة دي علينا، إن إحنا نساعد الناس اللي حوالينا. يعني في ناس أصلا عموما يعني بيكتسب الراحة النفسية أو السعادة الذاتية من مساعدة الناس اللي حواليه، تمام؟ فدي نقطة مهمة جدا برضو. ممكن لو انت مش قادر تعمل حاجة زي كده، ساعد بقى بأي طريقة ممكنة. يعني ممكن تساعد أهلك في البيت ان انت تجيب لهم الحاجات اللي هم محتاجينها، ان انت توفر لهم طلبات البيت، في العمل عندك ان انت تتكلم مع الناس عن المحافظة على الصحة النفسية، او تخلي الناس ياخدوا بالهم من التباعد مثلا الاجتماعي. ان انت بتكتب شوية، يعني ممكن تكتب زي انا مثلا اللي انا بعمله دلوقتي، ان انا بكتب معلومات بسيطة على السوشيال ميديا مثلا، وبتكلم معاكم دلوقتي في حاجة زي كده. فيعني الحاجات البسيطة دي اللي انت، يعني احنا دايما بنقول ايه؟ ان اكبر عامل للسعادة هو العلاقات اللي موجودة حواليك، بس احنا نستغل العلاقات دي بشكل كويس جدا. واحدى الاستخدام الكويس للعلاقات دي ان انت تساعد الناس اللي حواليك. مساعدة الناس اللي حواليك دي بتكون مساعدة شخصية ليك انت. فالفترة الحالية إن شاء الله، يعني أنا عارف إنها فترة صعبة وناس كتير يعني متأثرة بيها، وأعتقد التأثير الأكبر كمان يعني هيكون بعد، للأسف يعني بعد انتهاء الفترة دي هنمر بمرحلة تانية من التأثيرات النفسية اللي هو اضطراب ما بعد الصدمة، ودي أصلا أكبر مشكلة. يعني الناس كلها دلوقتي مش خايفة من، مش عايز بس أخوفكم من حاجة زي كده، بس هو ده طبيعي حاجة تمر بيها. يعني
عشان برضه تبقى مستعد لها ذهنيا على الاقل. يعني ده بتحصل بالذات للناس اللي بتمر يعني الناس اللي بتعرضوا بشكل مباشر او غير مباشر، حد من المحيطين بهم يعني مر بالظرف الموجود حاليا، تمام، او الازمه اللي موجود حاليا هي خلاص وصلت له يعني. ف اضطراب ما بعد الصدمه ده اكبر مشكله اصلا نفسيه هنمر بيها، غير الفتره يعني الفتره دي كل المشاكل النفسيه برضو ممكن نتحكم فيها، بس اللي بعدها ده يكون صعب شويه، بس هتاخد وقت. بس الموضوع يعني برضو هيمر برضو بسلام ان شاء الله يعني. بس واتمنى ان شاء الله المحاضره يعني تكون مفيده بالنسبه لكم، يعني اتمنى المحاضره تكون فيها استفاده حتى لو بسيطه، وشكرا طبعا لكل الناس اللي حضرت. وان شاء الله لو الناس عجبها اللايف عموما يعني، هحاول ان انا الفتره الجايه برضو ابدا اعمل لايفز عن حاجات كتير برضو بتحصل في حياتنا، او تجارب كتير مثلا احنا مش بنقدر نتعامل معاها. واتمنى يكون في استفاده، وان شاء الله يعني يكون معاكم مره تانية، تمام. فلو في حد بقى عنده اسئله دلوقتي، انا ما حبيتش ان انا اطول، هو المفروض اصلا المحاضره تكون ساعتين، بس انا قلت ساعتين برضه هتكون كبيره قوي كبيره قوي وممله، وانا اول مره اطلع لايف معاكم، فانا مش عارف ردود افعالكم ايه عن اللايف اصلا، واستفدتوا منه ولا لا. فخلونا نكتفي بهذا القدر ان شاء الله، تمام. ولو في حد عنده اسئله برضه ممكن يقولها، واحنا نتابع مع بعض شويه وبعد كده ننهي اللقاء ان شاء الله. في حد عنده أسئلة؟ شكرا جزيلا باشمهندس عبد الله، بصراحه محاضره رائعه ومعلومات مفيده، ويعني انا حاسس الناس كلها استفادت. يعني اتمنى لو حد عنده سؤال يعمل ريز هاند، تمام، لو عايز يعمل مداخله مباشر مع المهندس عبد الله او عن طريق الشات. في كذا سؤال باشمهندس عبد الله على الشات لو ظهر عند حضرتك، انا ما اعرفش هل ظاهر ولا لا على الزوم. نحاول اشوفهم. اتمنى لو حد عنده مداخله يعمل ريز هاند برضه. هو في سؤال اللي هو ازاي نتخلص من هوس المتابعه، متابعه السوشيال ميديا. اوكي تمام. هو عموما يعني عموما اي حاجه احنا بنعملها بشكل شبه يومي او بتاثر علينا بشكل كبير جدا، يعني انا مثلا لو انا بعمل حاجه بشكل شبه يومي زي ان انا بفتح السوشيال ميديا كل يوم لما بصحى من النوم، عشان تغير العاده يعني افضل طريقه عشان تغير بيها العاده اللي انت بتعملها لفتره كبيره جدا ان انت تشوف بديل ليها، تمام. واول حاجه برضو ان انت تتخلص من الموضوع على شكل فترات. هو الاول انا عايز اتخلص من الموضوع ليه، لازم يبقى فيه الاول هدف معين من التخلص من عاده معينه، تمام. انا عايز اتخلص من السوشيال ميديا لانها بتاثر عليا بشكل سلبي. حلو جميل. بقى ايه الخطوات المفروض نعملها عشان نعمل كده؟ يعني اول حاجه اللي انا شايفها مثلا في موضوع السوشيال ميديا ان انت انا كعبد الله انا بقالي تقريبا دلوقتي يعني عامل السوشيال ميديا مثلا من 2010، انا عمري ما حطيت اي ابلكيشن للسوشيال ميديا على بالذات الفيسبوك، يعني عمري ما حطيت الفيسبوك على الموبايل عندي، يعني ممكن ماسنجر عمري ما حطيت على الفيسبوك وادخل اسكرول على حاجه. يعني دي اول حاجه انت ممكن تعملها، انت تحاول تقلل من وطبعا انستجرام واتساب عادي ممكن تسيبه يعني طالما، بس بلاش الجروبز الكتيرة اللي بتبقى موجودة يعني عليه. ان انت تقلل، تحاول ان انت تقلل الابلكيشنز اللي موجودة عندك على التليفون، لان كل ما تكون الحاجة في متناول اليد هتلاقي نفسك غصبا عنك بشكل تلقائي. واللي بيحصل ايه؟ ان العادة دايما بتحفز الدماغ نفسه، خلاص بقى في باترن معينة كده، اول لما بيحصل حاجة ان انت تصحى من النوم يقول لك افتح السوشيال ميديا بشكل تلقائي بدون وعي. يعني الحاجات دايما العادات دايما بتحصل بدون وعي. عشان تقلل من حته من المشكله دي، يعني مثلا كمثال مثلا الناس اللي بتاخدوا مدافره بشكل مستمر مثلا، الحل الوحيده اللي ممكن تساعدهم على حاجه زي كده هم بيلبسوا جوانتي، تمام. بيلبس جوانتي ليه؟ لما بيجي يعمل حاجه زي كده بياخد باله، ده جوانتي انا كنت اعمل كده، فيبقى في وعي عنده فيبدا يكسر حته العاده دي اللي موجوده عنده. فاول حاجه انت تعملها ممكن تحاول تمسح او تقلل الابلكيشنز بتاع السوشيال ميديا على التليفون بتاعك. تبدا تشوف بديل تاني للسوشيال ميديا. دي مهمه جدا، خطوه مهمه جدا. الناس اللي بتقلع دايما عن عاده انا محتاج حاجه يعني تغطي الوقت اللي انا كنت بقضيه على السوشيال ميديا. فممكن تبدا مثلا في القراءه، ممكن تبدا في حاجات مثلا زي كوره، يعني في موقع اسمه كوره مثلا مفيد في معلومات كتير جدا. تتفرج مثلا على محاضرات او تشوف تيد مثلا، تيك توك برده من الحاجات الكويسه جدا. في بودكاست كويسه جدا، ممكن تبدا تتعلم هوايه جديده. الحاجات دي مهمة جدا. برضو انا حابب برضو اقول نقطة برضو
تاخد بالك منها، ان دايما هيحصل فيه نكوز. يعني بعد فتره هتلاقي نفسك رجعت تاني للسوشيال ميديا، ده طبيعي جدا. يعني اي حد بيتخلص من عاده طبيعي جدا ان هو يرجع لها بعد فتره. بس حاول كل فتره برضو تعمل نفس الحاجه لحد ما العاده بس يعني الباترن بتاع في دماغك ينكسر، هتلاقي الموضوع بقى بسيط. اتمنى الاجابه تكون مفيده بالنسبه لك. او ممكن برضو التواصل لو انت تستخدمها عشان تتابع برضو النقطه الثانيه، لو انت تستخدم السوشيال ميديا عشان مثلا تتابع حاجات مهمه زي الجروبات الخاصه مثلا بالامتحانات او الشغل، انت ممكن تعمل يعني ممكن تعمل اكونت ثاني معلوش حد خالص، معلوش صفحات خالص، معلوش غير الجروبات المهمه اللي انت بتتابعها. تمام، دي اول حاجه. شوف الثانيه، ماشي، مش كل الناس راحتهم نفسيا انهم يعملوا حاجه تفيدهم، فانا حاسه ان ما ينفعش امشي وراء انا مرتاح اني اعمل ايه. تمام، انا قلت برضو نواتي في النقطه دي، يعني اعمل الحاجه اللي دايما ما تكونش مضره ليك بشكل كبير. تمام، هو الفيديو جيمز على فكره ما فيهاش مشكله، انا يعني موضوع الفيديو جيمز اللي كان طلع عليه ده كان مستفز، انا ما كنتش حابب الموضوع، هي ما فيش منها مشكله الا لو كانت بشكل كبير جدا. يعني لو انت بتستخدمها بشكل كبير جدا بتاثر على حياتك العمليه او الاجتماعيه او الاسريه، ما فيش تواصل مع الناس، مش شغال بشكل كويس، في تاثير على حياتك بشكل سلبي عليها. يعني هو فعلا يعني مش كل الحاجات اللي احنا مرتاحين معاها مفيده لينا، عشان كده انا قلت حتى السوشيال ميديا، ما انت بتبقى مرتاح وانت قاعد على السوشيال ميديا بشكل مؤقت، بس لما تخرج منها وتلجا لحاجه ثانيه المفروض المهمه التاسك اللي انت كنت هربان منه مثلا، هتحس ان انت متضايق من الموضوع وتحس بالتاثير النفسي سلبي عليك. يعني تمام، لو انت مش بتحب تعمل حاجات كتير يعني خلاص خليك اعمل الحاجات دي، لو انت مش عايز تعمل حاجات زياده عن اللي كنت بتعملها خليك ستيك للحاجات اللي انت كنت بتعملها قبل الفتره اللي موجوده حاليا. يعني وممكن تقلل، انا دايما برضو بقول يعني في ناس دايما بتحب يعني الفتره الحاليه عشان ما يسيبش نفسه مع دماغه وافكار السلبيه تيجي في دماغه كتير بيزود الحاجات اللي كان بيعملها. في ناس العكس، يعني لو انت حاسس ان الموضوع جهاد عشان ما يبقاش فيه جهاد نفسي وضغط عليك، لا قلل الموضوع. يعني لو انت بتقرا، يعني لو انت مثلا بتعمل تاسكين في اليوم خليه تاسك مثلا، يعني او خلي تاسك على يومين مفيش مشكله، بس المهم ان انت ما توقفش، عشان لو انت وقفت الحاجات اللي انت بتعملها دلوقتي بعد فتره زي ما انا قلت برضو التهرب من الحاجات دي هيكون لها تاثير سلبي يعني لما نواجهها. تمام، ممكن ناخد مداخلات مباشره بعد اذن حضرتك. تمام، اوكي، وبعد كده نرجع نكمل الشات. اتفضل باشمهندس ابراهيم. السلام عليكم. عليكم السلام باشمهندس عبد الله، مشكور على المحاضره الرائعه، ربنا يبارك في حضرتك. هو يمكن حضرتك جاوبت على الجزء من سؤالي، بس انا كنت حابب اوضحه بشكل افضل. حضرتك عارف ان احنا دايما بنبقى حاطين خطط واهداف لينا، زي ما حضرتك قلت كده بتبقى بشكل مثالي، وغالبا يعني 80% 70% ما بيتحققش، وده بيخلي فيه ستريس. يعني ما ببقاش قادر استمتع بوقتي، حتى لو الوقت ده بقى اضيف ترفيه مش قادر استمتع بوقتي، ولا في نفس الوقت قادر احقق الاهداف دي. فمن وجهه نظرك احط اهداف اقل، ما احطش اهداف خالص واستمتع بحياتي؟ يعني هي اقدر ازاي اوصل للكومباينيشن ده بحيث ان انا ابقى راضي عن نفسي ومش دايما متضايق حتى لو بعمل حاجه فيها يعني ترفيه او كده، وما افقدش برضو التطوير في مجالي؟ بالظبط، مظبوط، تمام، جميل جدا السؤال. تمام، هو برضو يعني خليني برضو ارجع للموضوع تاني. هي الفكره في ايه؟ ان احنا دايما رؤيتنا للموضوع، يعني رؤيتنا دايما للاهداف او الخطط اللي احنا بنعملها في حياتنا بتبقى مبنيه على مثاليه مش مبنيه على واقع اللي احنا بنعيشه. تمام، فانا دايما كنت بقول يعني انا مثلا كانت في فتره معينه من حياتي، انا كنت دايما يعني فتره الثانويه اعتقد دي كانت اصعب فتره، من اصعب الفترات فعلا اللي بنمر بيها عشان طبيعه الامتحانات والضغط اللي بقى وقع علينا من الامتحان نفسه ومن البيئه اللي حوالينا ومن الاسره نفسها. فعشان كده انا كنت مثلا عشان نعمل موضوع مثلا الجدول ده، ودي أسوأ حاجه ممكن الشخص يعملها، ان احنا كنا بنحط كميه كبيره جدا جدا. تمام، نيجي نجرب يعني مثلا حاطط 4 ساعات وبعد كده فاصل ربع ساعه وبعد كده 4 ساعات وفاصل ربع ساعه ونوم 6 ساعات وصلت ايه صلاه 5 دقائق واكل 5 دقائق ومكالمه مع فعشان برضو نقلل الموضوع ده لازم نخلي الأهداف
الاهداف اللي احنا بنحطها لينا واقعيه، بس بشرط يعني مش واقعيه انها تخلينا واقفين في نفس الاستيب اللي احنا موجودين فيها. بمعنى يعني انا مثلا كنت بعمل تاسك على طول، والتاسك ده مخليني في البوزيشن او الموقع اللي انا موجود فيه خلاص، يعني دي حاجه خلاص انا دلوقتي واقف، انا عايز اطلع ليفل تاني، فممكن ازود بس بنسبه معينه. بنسبه معينه ايه النسبه المعينه اللي انا ممكن ازودها؟ يعني دي يعني موضوع نسبه معينه ده بتختلف من شخص لاخر برضو، بس لازم تحدد الحاجه دي بشكل واقعي. بمعنى ان التاسك ده محتاج مني 20 ساعه مثلا، 20 ساعه انا في اليومي او في يومي مثلا 20 ساعه، وانا مثلا اسبوع على التاسك، انا ممكن اوزع التاسك ده على الاسبوع كله تمام، بحيث ان مبقاش فيه ضغط عليا بشكل يومي. تاني حاجه ان احنا بنحط دايما، يعني مشكلتنا برضو ان احنا دايما بنحط حاجات كتير جدا ورا بعض. فاللي بيحصل ايه زي ما انت قلت، اللي بيحصل ايه ان انا انا عندي 1 2 3 4 انا عندي 10 حاجات عملت منهم 9، فتلاقي نفسك لما تيجي ترجع مثلا تعمل حاجه، اتفرج على فيلم مثلا او ازور حد واخرج العب شويه او فيديو جيمز او اي حاجه، بتلاقي نفسك في تانيب ضمير موجود جوه ان انا في حاجه المفروض اعملها. ليه بقى؟ هو التو دو ليست اللي احنا بنعملها دي للاسف بتكون حاجه زي الزاميه، عقلك بيترجمها ان دي حاجه الزاميه لازم تعملها، لو انت ما عملتش الحاجه دي هيبقى في عقاب. العقاب بالنسبه لك في النقطه دي اللي هو بيكون تانيب الضمير. تانيب الضمير دي يعني يعتبر من اصعب الحاجات انت ممكن تمر بيها. هتلاقي نفسك طبعا مش عارف، يعني انت ممكن تنام تلاقي في كوابيس، ده لو عرفت تنام تلاقي في ارق اصلا مش قادر تنام عشان الموضوع ده متاخر عليه. اي حاجه حتى لو مريحه انت بتعملها، حتى لو مفيده، يعني لو انت بتعمل حاجه مفيده، لو بتقرا زي نفسك متضايق. يعني ساعات بيبقى في تاسكات كده في حاجه لها اهميه اكبر وفي حاجات مهمه شويه، فانت لو بتعمل حاجات المهمه شويه هتلاقي نفسك برضو اللي هو مش حاسس براحه في الحاجه اللي انت بتعملها. عشان كده لازم نقلل دايما لما نيجي نعمل تاسكات يا جماعه، او لازم لما نيجي نحدد التو دو ليست اللي احنا بنعملها، فيها برضو نقطه مهمه، في حاجات اللي هي نوت تو دو ليست دي برضو مهمه ممكن نعملها من حين لاخر يعني. بس عموما التو دو ليست لما نيجي نعملها يعني لازم تقلل النسبه باكبر قدر ممكن. تزود امتى؟ لو انت حسيت ان انا بعمل الحاجه دي بشكل كويس جدا ومش مؤثره على حياتي، وشايف ان انا خلاص قدرت اخلص الحاجه دي ومش كبيره قوي ان انا مش قادر اخلصها، ممكن ازود لحد ما بوصل لنسبه ان انا خلاص يعني الموضوع بقى فيه ضغط عليا، لا يعني نقف عند الحد ده، او ممكن نقلل تاني. فما تخليش دايما الحاجات اللي احنا بنعملها بشكل يومي ما تخليهاش ثابته، لا يعني خليها زي ما انا قلت كده. اسوأ حاجه يا جماعه احنا بنعملها ان احنا مش بنكون مرنين مع المهام اللي احنا بنحطها لنفسنا. لازم يبقى في مرونه، يعني لازم موضوع المرونه ده يبقى موجود، ان انت تبدا تغير تقلل، مفيش مشكله انت تقلل، حتى لو هتاخد وقت اطول مفيش مشكله انها تاخد وقت اطول، بس المهم انها ما تاثرش على حياتك. ان لو اثرت على حياتك بشكل يومي انت نفسك هتلاقي بعد فتره، والفتره دي ما تبقاش كبيره في الغالب، يعني ممكن بعد يومين او ثلاثه مش هتعمل، يعني لو انت كنت بتعمل تاسكين ثلاثه، لو انت كنت بتعمل تاسكين ثلاثه من الخمسه مش هتعمل تاسكات ثاني، يعني تمام بيبقى بشكل اكبر كمان يعني عما كان قبل كده يعني. شكرا يا باشمهندس، متشكر جدا ليك. انا كنت جاوبت سؤالك. جاوبت يا باشمهندس، متشكر جدا. شكرا جزيلا يا باشمهندس. هو في على الشات برضو لسه استكمال الاسئله، ما اعرفش ظهر عند حضرتك ولا لا. ماشي يا موجود اهو. تمام، هو في النقطه اللي هي الخاصه بالعدد ساعات النوم. تمام، هو الموضوع ده يا جماعه في نقطه قبلها برضو ممكن حضرتك تلخص الامور اللي نركز عليها في الفتره الحاليه باختصار لتجنب الضرر النفسي؟ والله دي يعني ممكن نلجا للمحاضره الثانيه، ممكن برضه اتكلم في الموضوع ده، ممكن نكتب مقاله بسيطه كده عن الموضوع يعني. بس هو عموما الحاجات اللي انت تعملها يعني ان انت يبقى فيه روتين يومي عشان تبقى حاسس بالسيطره في الحاجات اللي انت بتعملها، مش لازم يبقى فيه خمول تام، ومش لازم يبقى فيه انتاجيه بشكل كبير جدا. ان انت دايما لو انت حاسس ان انت بتفكر بشكل اكسسيف شويه عن السيناريوهات سيئه بتحصل في حياتك، لازم تحط نفسك في السيناريو اللي انت بتبقى موجود فيه ده، وتبدا تشوف هل الموضوع فعلا يستاهل الخوف الغير مبرر ده ولا لا. ان انت تحاول ان انت تتخذ الاجراءات الوقائيه، دي مهمه جدا. لما انت تتخذ الاجراءات الوقائيه اللي انت بتعملها او الحاجه اللي انت المفروض تعملها يعني، ده هيقلل حته الخوف عندك. تمام، ما تتعرضش كتير للميديا، ده مهم جدا. التعرض الكتير للميديا هيزود نسبه الخوف ونسبه القلق عندك، وهتحس فعلا
زي ما انا قلت اللي انت هتحس ان انت في خلاص المرض صابك يعني. خلي في شبكة تواصل دائما مع الناس المحاطين بيك، يعني يبقى في تواصل او ما فيش تواصل مباشر ما فيش مشكلة، بس في سبل تانية زي زوم مثلا او الفيديو كولز عموما يعني، فده موضوع مهم جدا. برضو حافظ على نومك بشكل كويس جدا، حاول تلعب رياضة مش لازم كتير، حافظ على اكل صحي ده مهم جدا برضو الفترة دي. لو في حاجة مهمة يعني، لو في حاجة مثلا انت كنت خايف تعملها الفترة اللي فاتت حاول اللي انت تعملها الفترة زي ما قلت، هيبقى موضوع الجادجمنت هيبقى قليل جدا والناس مش محتاجين حاجة مثالية بشكل كبير يعني. تمام، ممكن في نقاط تانية يعني وقعت مني بس يعني ده اللي فاكره دلوقتي. تمام، ندخل في البوينت التانية. حضرتك ذكرت ان حد بينام بمعدل 6 ساعات يوميا في الاسبوع. 6 ساعات نورمال. تمام، هو موضوع النوم ده بقى يعني خلينا نتكلم. هو موضوع النوم ده هو موضوع كبير جدا جدا جدا، كمية الأبحاث اللي أنا قلت حتى بسبب كمية الأبحاث الكبيرة اللي اتعملت فيه ومدى أهمية الموضوع بالنسبة لنا كبشر وتأثيره على حياتنا وتأثيره على البيزنس وعلى الاقتصاد وعلى الصحة النفسية والصحة الجسدية والناس المحيطة بيك، يعني كل التأثيرات ده ومشاعرك وانفعالاتك والعلاقات، يعني كل الحاجات دي ده السبب اللي خلى أصلا في علم كده خاص اسمه علم النوم. تمام، فحتة بقى هو المفروض انام يعني النوم الطبيعي كام، النوم الطبيعي كام، النوم المش طبيعي كام. الموضوع ده فيه تغيرات كتير بس هو انا بس هختصر الموضوع يعني. الابحاث اللي اتعملت معظمها بتقول ان متوسط النوم المفروض بالنسبه لك من 7 وثلث، يعني 7 ساعات وثلث او 20 دقيقه يعني، الى 9 ساعات تقريبا او 8 ساعات ونص. تمام، طب في ناس اصلا يعني في ناس بتنام الطبيعي بتاعها 5 ساعات وبتكون ناشطه. تمام، هو النوم اصلا يا جماعه الموضوع النوم له علاقه بالهرمونات عموما، والهرمونات دي لها علاقه اصلا بالجينات اللي موجوده عندنا. ففي فعلا ناس يعني في فعلا ناس عندها قدره استيعابيه انها تنام 5 ساعات وتؤدي كويس جدا في حياتها ويكون التواصل كويس جدا معاهم ومشاعرهم ستيبل عادي ما فيش اي مشاكل خلاص. لو انت لو الموضوع ده عادي معاك يعني، لو انت بتنام 5 ساعات وحاسس ان ما فيش تاثير سلبي عليك وعلى العلاقات اللي موجوده حواليك او التاثير على الحياه العمليه والاجتماعيه بتاعتك، خلاص ما فيش اي مشكله يعني ممكن تعمله يعني ما فيش اي مشكله. عشان كده بقول دايما الموضوع ده متغير وممكن نتكلم فيه، بس لو الموضوع شايف ان هو بيأثر عليك يعني الموضوع بيأثر عليك لا يعني حاول تتجنب الموضوع ده وتنام القدر الكافي بالنسبة لك. القدر الكافي انت تقدر تعرف يعني اي حد عارف، انا مثلا عارف ان القدر الكافي بتاعي 8 ساعات ونص، انا لو نمت اقل من 8 ساعات بقى في مشكلة يعني في فعلا مشكلة عندي. اتمنى تكون الاجابة على السؤال. هل في اسئلة تانية؟ انا بشكر حضرتك، هو يعني مش ظاهر اي سؤال تاني حاليا، بس انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على موافقه حضرتك للمبادره دي، واتمنى ان احنا ان شاء الله نكررها يعني في المستقبل القريب. وانا احنا تشرفنا بحضرتك جدا والله وجزاكم الله خيرا. انا اللي تشرفت بيكم يعني، فشكرا جدا يعني، وشكرا للناس اللي حضرت معنا المحاضره، واتمنى ان يكون في استفاده يعني من الموضوع ويكون فرق معاهم بشكل او باخر يعني. شكرا جدا لك. شكرا لحضرتك جدا، جزاكم الله خيرا. شكرا لك، رعايه الله، السلام عليكم. تمام، انا بفكر حضرتك بس ان احنا ان شاء الله بكره عندنا محاضرتين ورا بعض من 8 مساء بتوقيت القاهره ل 10، ومن 10 في مؤتمر لغايه الساعه 12 صباحا باذن الله. فان شاء الله في انتظاركم وكل حاجه موجوده على الكالندر، وايضا هيتم نشرحها حالا. دي الكالندر موجود فيها ان شاء الله محاضرات بكره، وفي انتظاركم ان شاء الله. السلام عليكم.